ومساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده ومتابعه متواصله للانتخابات الرئاسيه 2018. كنت معكم مع زملائي منذ الصباح الباكر. الحقيقه بحيي كل سي بي سي اكسترا اللي اشتغلت منذ الصباح الباكر. انا كنت معاكم من الواحده ظهرا، والان نعود لهنا العاصمه في تغطيه طويله نوعا ما. هنبتدي من 8 مساء حتى 11 النهارده وبكره، ويوم الاربع هنفضل معاكم حتى الصباح الباكر مع عملية فرز الأصوات ومؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة 2018. عملنا ايه في اليوم الاول؟ وخلوني اقول وعيد تاني الملاحظات بتاعة الصبح، ونتكلم على ملاحظات الفترة المسائية ايضا. اليوم عدى معقول جدا، يعني تقييمنا لليوم بعد المشاهد اللي شفناها في كل المحافظات ومراسلنا موجودين وكاميراتنا في كل المحافظات انه يوم معقول جدا. ما نقدرش ان احنا لا نديله ختم الاكثر كثافة ولا ختم ان اللجان فاضية. ما نقدرش لا نقول ده ولا نقول ده. ومرة تانية بنقول ان الطوابير الطويلة ليست معيار، ولا عدم وجود طوابير هو المعيار. المعيار في النهاية هو ما سيتم فرزه في الصندوق، واللي هيطلع لينا القاضي يقول لنا انه والله نسبة التصويت بلغت كذا، ونحن نثق في العملية الانتخابية ونثق في نزاهتها ونثق في القضاء اللي موجودين على الصناديق. ليه بقول الطوابير الطويلة ليست معيار زي ما كنا بنفكر فيها زمان؟ لأنه العملية الانتخابية الحقيقة تسير بسلاسة وبسهولة وبيسر، وده ميزة مش عيب. يعني لما ما نشوفش طوابير ما نقلقش، ما نقولش عندنا مشكلة، لكن نكون حذرين برضو، لأنه الحقيقة أنه الناخب بياخد من دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة بالكتير علشان يدلي بصوته طالما العملية الانتخابية تسير بشكل جيد. ودي تجربة كل الناخبين اللي احنا كلمناهم أو اللي اتصلوا، أو عدد الشكاوى قليل جدا، اللجان اللي فتحت متأخرة قليل جدا. ايضا عدم، وبالتالي فالطوابير الطويله مش معيار، وعدم وجود الطوابير ايضا مش معيار. ملاحظاتنا بقى تاني، وبعيد الجزء اللي قلناه الصبح وبعيد عليه بعض مشاهدات المساء. في بعض اللجان فيها كثافه، بعض اللجان كثافتها متوسطه، بعض اللجان الحقيقه ما كانش فيها حد، وبعض اللجان فيها كثافه عاليه. ابهرتني الشيخ زويد وشمال سينا. القاهره عاملة شغل هايل، وده بتقرير اللجنة الوطنية للانتخابات العليا للانتخابات النهاردة في المؤتمر الصحفي، قالت انه الاكثر كثافة حتى هذه اللحظة والاكثر اقبالا هي القاهرة والجيزة، يعني القاهرة ثم الاسكندرية ثم الجيزة ثم ايضا اسوان الشيخ زويد. لكن انا هقف قدام القاهرة والشيخ زويد. القاهرة مش دايما كانت الأعلى كثافة، لكن احنا شايفين مشاهد في القاهرة جديدة، مشاهد تنظيمية محترمة، مشاهد أيضا في الكثافة وفي التواجد مشاهد محترمة جدا. الشيخ زويد بقى، الشيخ زويد بالنسبة لي مفاجأة مبهرة، لأنه الشيخ زويد وتحدي السيناوية وتحدي أهل سينا ليه كل من خونهم، كل من قال انهم عملاء، كل من قال ان في انشقاق ولا في تمرد ولا في كذا، كل من خوفهم، كل من قال ان هم حاول ان هو يرعبهم، الشيخ زويد النهارده بترد بقوه والحياه وباكثر حده وتحدي. دي منطقة شهدت الكثير من العمليات الإرهابية، ومع ذلك هم نازلين يقولوا للإرهابيين احنا في ظهر الدولة واحنا موجودين. إذن انا الحقيقة المشهدين بالنسبة لي بين القاهرة وبين الشيخ زويد دول مشهدين مهمين جدا لازم نقف عندهم، لان العاصمة ما كانتش دايما هي الأكثر. احنا دايما كنا بنشوف انه الارياف، دايما كنا بنشوف وجه قبلي وجه بحري، وهنشوف بقى مين اللي هياخد الجايزة. يعني في 2014 قلنا ان الجايزة خدوها المنايفة، يا ترى السنة دي مين اللي هياخد الجايزة؟ طيب الاقبال كان شكله ايه؟ صباحا
إقبال كان يعني الكثافة الأكثر كانت صباحا، ثم ابتدت يعني تتراجع مع الظهر. احنا عندنا موضوع البريك اللي من 3 ل 4 ده ممكن يكون فيه مشكلة وعايزين نسأل عليه، لأنه كتير من الناس بتحاول تنزل من الساعة 3 للساعة 4. وبعدين عندنا وقت المساء يعني الإقبال مش مرتفع، لكن في إقبال وفي عندنا فيديوهات كتيرة من عدد من المحافظات ومن اللجان الحقيقة فيها إقبال مسائي. احنا بعد قليل هنشوف كمان الإغلاق ونعرف يا ترى طبقا للكشوف كام واحد جم النهاردة. مش مهمتنا هنا ان احنا نقول أو نقدر أو نقيم العملية الانتخابية وحجم الإقبال، الحقيقة مش شغلتنا، وما نقدرش كده برؤية العين إن إحنا نقول والله ده في كثافة كبيرة ولا في كثافة قليلة، إحنا هنترك ده للأرقام، وأنا هبقى وهفضل يعني حريصة جدا متحفظة جدا رغم إن في ناس كتير عايزاني أطلع أهلل، لكن أنا مش هعمل كده، أنا هبقى شديدة التحفظ برغم إن في مشاهد فعلا تبدو جيدة، لكن أنا هبقى شديدة التحفظ حتى نرى الأرقام. مرة أخرى بنذكر إنه إحنا عندنا 59 مليون ناخب، 2014 عملنا نتيجة 47%، بنتكلم على نزل حوالي 25 مليون، الرئيس السيسي حصل منهم على 23 مليون، هل هنحقق الرقم ده؟ هل لأ؟ يعني هنحاول إن احنا نحلل هذا الموضوع، لكن ده رقم كبير، رقم كبير بعد عمليات إصلاح اقتصادي، بعد عمليات استقرار، الأرقام الكبرى تأتي دائما بعد الثورات، بعد التحدي في حالة الخوف، وده مش موجود دلوقتي. مرة أخرى لا الطوابير الطويلة يعني لها معيار ولا عدم وجود الطوابير معيار، والحقيقة كمان إنه يعني المشهد المهم هو الرقص والاحتفالية. في ناس بتقول لك والله هذه الاحتفالية تبدو غريبة، شكلها غريب جدا، يعني المصريين الوحيدين اللي عندهم هذه الأجواء الاحتفالية، وناس تانية بتقول انه لا ده طقس مصري دايما مع الانتخابات. يعني انا مش شايفاها موضوع مزعج على الاطلاق، بالعكس بشوفه حاجه لطيفه، المصريين بيحبوا يحتفلوا، احنا احزاننا كتيره، فلما بيجي فرح بنحب ان احنا يعني الفرح ان احنا نعبر عنه، ما نزعلش ابدا ان احنا الناس عايزه تفرح، يعني الناس تفرح، افرحوا هيصوا وانبسطوا، المهم تنزلوا تنتخبوا، مش بس نرقص قدام اللجان، الأهم إن إحنا عايزين ننزل وننتخب. هنرجع تاني نقول للناس لابد أن تشارك، النهارده خلص لكن لسه في بكره وبعده، لسه في الثلاث والأربع، لابد أن تشارك. بتشارك ليه؟ بتشارك دعما للدولة، دعما لمعركتنا ضد الإرهاب، طلبا لحقوقنا، إحنا من حقنا إن إحنا نطلب من الرئيس الجديد مزيد من الحرية، مزيد من ثمار الإصلاح الاقتصادي، مزيد من الحقوق، مزيد من إصلاح التعليم، مزيد من إصلاح الصحة، مزيد من التنافسية السياسية، مناخ سياسي أفضل، كل دي مطالب نطالبها، نطالب بها الرئيس الجديد في السنوات الأربع القادمة، وهنفضل نطالب بها. إحنا بندي صوتنا بشروط، مش بندي صوتنا كده، مش بندي صوتنا فور جرانتد، احنا بندي صوتنا بشروط، زي دافعي الضرايب بالظبط، احنا بندي صوتنا لان لينا طلبات نريد استكمالها، في انجازات عايزين نكملها، في طلبات عايزين نحققها، في ثمار عايزين نجنيها. فالمصري لازم يتعلم من هنا ورايح انه بيدي صوته بشروط، انه بيدي صوته مش بتمن بفلوس، بيدي صوته بشروط ان يعيش حياة افضل، والرئيس الجديد عليه ان يعني يعد هذا المجتمع ويعد هذا الشعب وهذا الوطن انه سيبذل قصارى جهده كما فعل من قبل لكي يجني هذا الشعب ثمار يعني ثمار أفضل، ولكي يحسن من حياته وأحواله. خلونا نشوف ملخص كده سريع للنهاردة، حصل إيه، مشاهد سريعة من اليوم الأول.
بعض المشاهد للنهارده. نسمع جزء من المؤتمر الصحفي للوطنيه للانتخابات، ماذا يقول المستشار محمود حلمي الشريف حول المحافظات الاعلى تصويتا. وزي ما بقول لكم المشهد كده بيقول ان القاهره تاتي في المقدمه، الشيخ زويد مشهد مهم جدا، اسكندريه فيها مشاهد مهمه. خلونا نشوف. تابعنا منذ الصباح الباكر في جميع أنحاء الجمهورية أن اللجان فتحت في الميعاد المحدد، إلا القليل منها والذي وصل إلى حوالي 12 لجنة كان التأخير فيها وصل إلى يتراوح ما بين تلت ساعة أو نص ساعة، وهو لأسباب متغيرة. يهمنا أن احنا ننبه ونقول للمواطنين الذي يتقدم للتصويت أمام لجنته الانتخابية، معك إما بطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية، لأن الرقم القومي ثابت مش بيتغير، أو جواز السفر المميكن الساري، جواز السفر الساري أو بطاقة الرقم القومي، تتقدم بها لإثبات الشخصية. لا يجوز حينما تدلي بصوتك استخدام القلم الرصاص، لا يجوز حينما تدلي بصوتك أن تعلقه على شرط، لا يجوز حينما تدلي بصوتك أن تختار أقل أو أكثر من العدد المطلوب، لا يجوز حينما تدلي بصوتك أن تكتب في الورقة ما يدل على اسمك. أرجو أن نراعي هذه الضوابط لعدم بطلان الصوت، وعشان كده ننبه إلى ذلك، وإنه حضور المواطنين بكثافة والذي رصدته غرفة العمليات كانت الكثافة من خلال المتابعة والمشاهدات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسيوط وأسوان، والكثافة التي كانت واضحة والتي كانت لها مؤشر ودلالة، الكثافة في شمال سيناء، كثافة الحضور كانت واضحة، وأعتقد أنها رسالة بأن هذا اليوم هو يوم التحدي، هو يوم الكرامة، هو يوم الأمن والأمان إن شاء الله. كثافة الحضور كانت في هذه المحافظات بشكل واضح. إذن المحافظات زي ما سمعنا، هذه المحافظات اللي فيها كثافة حضور بشكل واضح. مرة أخرى لا نستطيع أن احنا نقول والله في كثافة ولا ما فيش كثافة، ده يعني ممكن القضاء وإحنا بنشوف الإغلاق يقولوا لنا بعض المعلومات عن الحضور، لكن الأكيد أن احنا محتاجين الناس تنزل، ولسه في يومين كمان. لو ما نزلتش أرجوك انزل، لأنه ده دورك، ده حقك، ده حقك الدستوري. مهم جدا، احنا مش لازم ننزل بس عشان الخوف، مش لازم ننزل بس عشان الفزع، مش لازم ننزل. صحيح انه لا توجد منافسة، صحيح انه الاوقات الصعبة ممكن تكون راحت شوية وفي بعض الاستقرار، لكن نزولك ده شهادة امام العالم كله انك بتدعم هذه الدولة. ومرة أخرى أن 30 يونيو لسه حية وموجودة، محدش يقولك أهو الشعب المصري نام ومش مهتم ولا عايز ينزل ولا عايز يروح. ابتدت الميديا الأجنبية تتكلم بالشكل ده، مش عايزين هذا المشهد، محتاجين الناس تنزل تقول رأيها، تضع تمارس حقها الانتخابي، ده دور، ده حق مهم جدا. خلونا نشوف بعض الصور لبعض الشخصيات العامة اللي النهاردة كانت موجودة وسط صناديق الاقتراع.
كنا في صباح اليوم او ظهر اليوم اجرينا عدد من الاتصالات الهاتفيه بعدد من الشخصيات العامه، كان في مقدمتهم الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمه الدستوريه الاسبق، وطبعا رئيس الجمهوريه السابق المؤقت السابق في اعقاب ثوره 30 يونيو. نسمع ما قاله المستشار عدلي منصور او الرئيس عدلي منصور. معي على الهاتف المستشار الرئيس السابق عدلي منصور. مساء الخير يا فندم. اهلا يا استاذ لميس. واولا يعني انا شفت صور حضرتك منذ الصباح الباكر وانت تدلي بصوتك، تقول ايه للناس يا سياده الرئيس؟ والله انا بدعو المصريين جميعا رجالا ونساء للنزول والتوجه لصناديق الاقتراع لممارسه حقوقهم الدستوريه والقانونيه واختيار من يرونه قادرا على قيادة سفينة الوطن خلال الأربع سنوات القادمة. عايز أقول للجميع أن النزول لصناديق الانتخاب هو دعم للوطن وللدولة وليس لاختيار مرشح دون آخر. عايز أقول للجميع برضو الجميع دول إما مؤيدين أو معارضين يا أستاذ لميس. نعم يا فندم. المؤيدين للرئيس بقول لهم ما تركنوش إلى أن الرجل سيفوز في كل الأحوال، لأنه نزولهم يعني أنهم يؤيدوا سياساته. للمعارضين اسمحي لي فضل. بقول لهم في أكيد يا أستاذ لميس في بعض المعارضين لبعض سياسات الرئيس، ده من حقهم وأنا بحترم هذا طبعا. أنا بقول لهم أن تقاعسهم عن أداء هذا الواجب الوطني مش هيفيد. الأجدى أن هم يرهبوا إلى صناديق الاقتراع ويعطوا صوتهم للمنافس لو رأوا أنه هو أجدر بذلك، أو على الأقل يروحوا يبطلوا أصواتهم. وإبطال الأصوات في حد ذاته هي رسالة، رسالة للرئيس أن في قطاع من المواطنين لهم بعض الملاحظات على الأداء في الفترة الأولى، ومن حقهم أن يصل صوتهم إلى الرئيس. وأنا واثق أن الرئيس سيتلقى هذه الرسالة وحيوليها أهمية خاصة. بعض الشباب، هو في شباب كويس جدا وفاهم الأوضاع اللي احنا فيها وقد كده مقدر الظروف اللي محيطة بينا والمخاطر اللي بتحيط بالدولة من كل جانب، سواء أو تحديات داخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية أو مخاطر خارجية، وده احنا شايفين اللي بيحصل على الساحة الدولية يا أستاذ لميس. لكن في بعض يعني أنا آسف يعني يكتفي فقط بأن يعارض ويعارض كل شيء. هل المعارضة في ذاتها يا أستاذة لميس تبني؟ أنا آسف، لا طبعا لا تبني. حضرتك عارض، بس عندما تعارض يجب أن تلم بالموضوع الذي تتكلم فيه. ده كان جزء من مكالمة طويلة مع رئيس عدلي منصور اللي بشكره على هذه المداخلة، والحقيقة انه قال كلام مهم جدا وكلام يعني سياسي مهم جدا، انه عليك ان تذهب لو كنت معارض او مؤيد. لو كنت مؤيد فانت تعرف من تختار، لو كنت معارض فيمكنك ان تبطل صوتك. وابطال الصوت كما قال رئيس عدلي منصور، ابطال الصوت هو رسالة ستصل للرئيس أن البعض هناك فئة لا ترضى ومختلفة على السياسات، وبالتالي إبطال الصوت حتى نفسه حق. لكن فكرة أن أنت تقاطع، ما هو ده مش يعني لا بتمارس حقك الدستوري ولا واجبك الدستوري ولا بتعمل أي حاجة. أنت بتقاطع، أنت يعني أنت قبل ما بتأذي هذا النظام بتأذي البلد نفسها، بتأذي الدولة المصرية نفسها. روح وابطل صوتك لو انت مختلف مع هذا النظام وترى انه في حاجات لسه يجب ان تحققها. لكن الحقيقة انه مشاركة اهميتها مرة اخرى. احنا عندنا معركة كبيرة مع الارهاب، عندنا شهداء كثر راحوا ضحايا يعني فدونا كلهم كلنا بدمائهم. ألا يستحق هؤلاء الشهداء ان احنا ننزل نتعب نقف في طابور؟ والحقيقة ان ما بقاش في طابور، الدنيا بقت سهلة، ننزل ونقدر ان احنا نضع اصواتنا في الصندوق دعما لهذا الجيش اللي بيحارب وبيقع منه ضحايا كل يوم وهو بيحارب معركة الشرف في سيناء، او دعما لدولة
بتثبت أركانها أمام مخطط كان يريد النيل منها. أنا بقول الكلام ده عن قناعة كاملة. روح الصندوق، أيد اللي تأيده، ابطل صوتك، لكن روح الصندوق ده واجب مهم لازم كلنا نتعلم في كل الأوقات، في الأوقات الصعبة وفي الأوقات السهلة، في أوقات الاضطراب وفي أوقات الاستقرار. لا يكون الانتخاب فقط وإحنا قاعدين تحت التهديد وتحت الخوف. صحيح إن الأرقام بتزيد تحت الخوف وتحت الإحساس بالخطر، وطبعا ده بيحصل، ولكن علينا دائما أن نكون شعبا نستطيع ان احنا نمارس حقنا الديمقراطي، ونقول للعالم انه هذا حقنا واحنا هنمارس حقنا الديمقراطي. طيب معي على الهاتف دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. دكتورة مساء الخير. مساء النور استاذة نميل. كالعادة النساء يعني بيعملوا مشهد ممتاز. هل المشهد اللي انتوا، انا عارفه ان عندكم غرفه عمليات، هل انتوا رصدكم ايه لمشهد المراه في الانتخابات؟ غرفه العمليات ما زالت ترصد ان في يعني تدفق متميز جدا للمراه المصريه على معظم لجان الجمهوريه، من الواحات لغايه الصعيد لغايه هنا، في كل المحافظات تقريبا في تمثيل متميز. السيدات اللي شايفينه كمان انه واخدين معاهم اطفالهم وواخدين الاعلام ونازلين، بداوا يتعودوا على هذه الممارسه، كمان تعليمهم لاولادهم ان ده حق دستوري ولازم يعملوه، بصرف النظر عن هيدوا اصواتهم لمين، وبصرف النظر ايضا على ان النتيجه محسومه او غير محسومه، انما هي نازله يعني عندها هدف كده تصل الى اللجنه بتاعتها. الشكاوى اللي جات لنا كان معظمها ان سيدات مصممه تنتخب في محل غير محل اقامتها، وعايزه تنزل النهارده تصوت باي شكل، والاستفسارات كانت معظمها عن ان احنا نساعدهم يعرفوا فين مكان اللجنه وفين العنوان بتاعها، اذا كانت هي مش عارفه تصل عن طريق موقع الهيئه الوطنيه. اظرف استفسار او اظرف طلب جالنا على غرفه العمليات ان سيده عايزه عربيه تيجي تاخدها دلوقتي حالا علشان تستنى ابنها يحسن اللجنه الانتخابيه تقفل وما تلحقش تجري بصوتها. دي السيده عندها 97 سنه. في حضرتك شفتي في السيدات الكبار مصرين اصرار بالغ، حتى المعمرات في معظم يعني شفنا النهارده في الازبكيه السيده ال 101 سنه، 101 سنه و105 و105 سنه عندي سيده الازبكيه ال 101 سنه، لكن كمان في معمره بالشرقيه 104 سنه. ايوه، وفي واحده في مطروح 110 سنه. ربنا يديهم الصحه يا رب. اصرارهم على النزول حاجه يعني بالغه الفخر، يعني مصممه تنزل. السيده نازله على كرسي الاسعاف، السيدات التانيين اولادهم واحفادهم مساندينهم عشان يوصلوا، ونازلين فرحانين، نازلين عايزين يعملوا حاجه للبلد. الاعمار بقى بتتراوح بين شباب صغير 18 سنه الى زي ما قلت لحضرتك كده الى المعمرين. المشهد متميز للسيده المصريه، نتمنى ان هي تنتهي الثلاث ايام ايضا بمشهد متميز، نتفاخر بالمراه المصريه على كل. طيب انا لازم نعلق على مشهد الرقص والغناء والاحتفال. دكتوره مايا، هل هذا المشهد مزعج بالنسبه لك ولا مشهد لطيف؟ لانه طبعا الميديا الغربيه شايفاه مشهد يعني غريب، وناس تانيين شايفينه مشهد لطيف، انت شايفاه ازاي؟ انا شايفه حقها بصراحه، انا شايفه حقها تمارس هذا الحق بالطريقه اللي تعجبها، سواء الميديا الغربيه شايفاه بطريقه او اخرى. انا السيده المصريه فرحتها ان هي تزغرف، فرحتها ان هي ترقص، بيغنوا ويرفعوا علم بلدهم، ده طريقتهم، ده الكالتشر، ده المجتمع بتاعهم، وده طريقتهم في التعبير عن الفرحه. اعتقد اذا كانت الميديا الغربيه بتحترم حقوق الانسان وحق التعبير في اي مشهد،
مش من حقها تعلق على شكل السيدة المصرية بأي طريقة تعجبها أو ما تعجبهاش، فأنا شايفة إن ده حقها يا فندم. نعم، بشكرك دكتورة مايا مرسي رئيس مجلس القومي للمرأة، ومعي أيضا مستشار أحمد جلال متحدث باسم غرفة عمليات هيئة النيابة الإدارية. سيادة المستشار، قراءتكم لنهاية اليوم الأول. هو طبعا منذ بداية العملية الانتخابية وغرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بتتابع سير أعمال الانتخابات اللي بيشرف عليها أكثر من 4000 عضو من أعضاء النيابة الإدارية. تابعنا بدء أعمال الاقتراع في المواعيد المقررة، تابعنا الحالة الأمنية والتواجد الأمني خارج مقرات اللجان، والحمد لله معظم اللجان اللي بيشرف عليها أعضاء النيابة الإدارية بشرت أعمالها في المواعيد المقررة قانونا. غرفة عمليات النيابة الإدارية وحتى الآن لم تتلقى أي شكوى متعلقة بسير أعمال الانتخابات. الحمد لله كل الأمور ميسرة، ولكن إحنا ورد لنا منذ قليل اختار من لجنة 41 مقرها مركز المنشأة بمحافظة سوهاج بتفيد بوفاة أحد الناخبين بعد أو عقب مباشرة الإدلاء بصوته وقبل مغادرة اللجنة الانتخابية. ده اللجنة 41 بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج. يعني البقاء لله، يعني وبنعزي أسرته. سيادة المستشار، في ناس كتيرة يعني مش منزعجة، ولكن بتشكو من فكرة البريك اللي هو من 3 لـ 4، فترة الاستراحة من 3 لـ 4. هل دي أولا في كل اللجان؟ طبعا هو وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات تم تقرير ساعة راحة للسادة أعضاء اللجان العامة واللجان الفرعية، وطبعا هي الساعة دي طبعا مقررة من الساعة 3 للساعة 4، لا يجوز تبديلها أو تغييرها، وهي في الأساس طبعا مقررة حتى يعني يقدر رئيس اللجنة وأعضائها استمرار في مباشرة عملهم على الوجه الأكمل، خاصة إن هي مستمرة حتى الساعة 9 من مساء اليوم، بنبدأ من الساعة 9 للساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء. فإحنا بنقول للناس عشان برضو يبقوا عارفين إن في من 3 ل 4 مفيش، من 3 ل 4 فقط هي دي الساعة المحددة. رئيس اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة لا يغادرون مقر اللجنة الانتخابية، ولكن هي بتبقى بمثابة راحة حتى يقدر أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة مباشرة واستمرار في عملهم على الوجه الأكمل. بشكرك سيادة المستشار أحمد جلال متحدث باسم غرفة عمليات هيئة النيابة الإدارية. خلونا ندب لمراسلنا بقى ونروح لغربية وطنطا. محمد سلامة من أمام مدرسة علي، من داخل اللجنة في مدرسة علي مبارك، وإحنا خلاص قربنا على الإغلاق. يا سلامة. طبعا أستاذ لميس، إحنا يعني تقريبا قدامنا ربع ساعة ويتم إغلاق اللجان كما هو محدد الساعة 9 تماما، هو ميعاد إغلاق اللجان. ويمكن الأقبال من بداية اليوم لم يتوقف حتى الآن، حتى الآن ما زال الناخبين يقبلون على اللجان للإدلاء بأصواتهم في كل اللجان، طبعا بنسب متفاوتة ما بين كل لجنة والأخرى. يمكن السيدات كما تعودنا أثبتوا نفسهم وأثبتوا وجودهم كما تعودنا منهم في المشاركة بالعملية الانتخابية. كانت العملية تسير طبعا بشكل طبيعي، لم نلحظ أي خروقات. يمكن كان في بعض مكبرات الصوت اللي بتجوب شوارع مدينة طنطا اللي بتنادي بالمشاركة فقط، وبعض الأغاني الوطنية اللي بيتم تشغيلها، ده بالإضافة طبعا للدوريات الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة التي تجوب شوارع طنطا بشكل مستمر وفي كل مكان. احنا دلوقتي داخل مدرسة علي مبارك، لجنة رقم 24. يمكن عدد الناخبين المقيدين داخل هذه اللجنة يتعدى 7000 ناخب. هي لجنة للسيدات فقط، هذه اللجنة هي لجنة سيدات فقط. عدد الناخبين المقيدين أكثر من 7000. ويمكن معنا أيضا ست مستشار رئيس اللجنة المستشار زكي الدين حسين، يقدر يطلعنا على شكل الإقبال وشكل العملية الانتخابية منذ بداية اليوم داخل اللجنة. ست المستشار، أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة سي بي سي. أهلا وسهلا، شرفتونا. سيد المستشار، كلمنا عن الاقبال داخل اللجنه من بدايه اليوم، والاخبار ايه وصلت لحد كان تقريبا؟ كويس طوال اليوم، احنا شغالين الاقبال كويس، واحنا حوالي 20% حضور من كشف الناخبين. تمام. هل تم رصد اي اختراقات او مخالفات او شكاوى من كويسه؟ لا، والامور ماشيه كويسه، ومفيش اي حاجه يعني، مفيش اي مشكله.
كام تقريبا يا فندم العدد الناخبين اللي حضروا؟ تعدينا اكتر من 1000 دلوقتي في اللجنه، اكتر من 1000 ناخب حضروا من 7000. العدد بالظبط 7000؟ 7000 اه 97. تمام. توقعات حضرتك ايه بقى يعني ممكن بكره بعده؟ ان شاء الله باذن الله برضو الامور هتمشي ان شاء الله بكره وبعده، ان شاء الله نوصل نسبه كويسه باذن الله. احنا النهارده ان شاء الله طبعا الساعة 9 هيتم اغلاق اللجان واغلاق باذن الله ان شاء الله الساعة 9 هنقفل اللجنة ونقفل الصناديق ونسلمها لقود التأمين. رأي حضرتك ايه بقى في العملية الانتخابية؟ يمكن كان في انتخابات السابقة والانتخابات السنة دي، حضرتك شايف ايه الفرق؟ ما فيش حاجة، الدنيا كلها ماشية وكل حاجة تمام والامور كويسة والناس مرحبة وسعيدة يعني وفرحانة طول النهار مشغلين اناشيد وطنية والدنيا ماشية الحمد لله الحمد لله. سيادة المستشار بنشكر حضرتك جدا، شرف لنا يا فندم. ده كان اخر ما لدينا استاذة لميس من طنطا، وفي متابعه مستمره طبعا حتى اغلاق الصناديق ومتابعه سلامة. طبعا سلامة قبل ما بعد بكره حتى يتم الانتهاء من عمليه التصويت بشكل نهائي. وأعود مره اخرى سلامة، يعني لو سمعني انا عايزة اراجع تاني الارقام اللي قالها سيادة المستشار. هو قال ان اللجنة مسجل فيها حوالي 7000 وجا منها كام؟ 1000 وحاجة ولا جا كام بالظبط؟ كان 1000 اكتر من 1000 تقريبا عدد الناخبين اللي حضروا اليوم وادلوا باصواتهم داخل اللجنة. فكده بنتكلم في حوالي 14.5-15% من الاصوات في هذه اللجنة. من الاجمالي بالظبط. من هذه اللجنة. من الاجمالي عدد الناخبين المقيدين داخل اللجنة. في هذه اللجنة. أنا بشكرك محمد سلامة، أنا حبيت بس راجع الأرقام مرة أخرى. بشكرك محمد سلامة من طنطا غربية. طنطا يا جماعة أو الغربية عموما إحنا بنتكلم في 3 مليون ناخب و 224 ألف، في 2014 59% صوتوا في الغربية، وده رقم كبير جدا. أنا عندي هنا لو قست على اللجنة دي، لو قست، وأنا ما أقدرش أقيس طبعا على لجنة واحدة، ولكن لو قسنا على اللجنة دي وبنتكلم في 15%، لو استمر المعدل ده معقول جدا. هنشوف بقى باقي اللجان تعمل عاملة ازاي، يعني نقدر نقول انه يعني الارقام كده في اطار المتوسط. فنشوف كده هل هتكمل هذه الارقام ولا لا. خلينا نشوف بقى مشهد في حلايب وشلاتين في اقصى الجنوب. مشهد حلايب وشلاتين، والحقيقه انه مشهد ايضا من المشاهد المحترمه في اهتمام بالتصويت. وانا هنا بتكلم في يعني ناس ممكن قوي ما تنزلش وممكن قوي ما تهتمش وممكن، لكن الحقيقه انه اكثر الناس مواجهه لصعوبه الحياه هم اكثر الناس حرصا على التصويت. يعني اكتر الناس اللي فعلا عندهم مشاكل وعندهم، هم دلوقتي اهو بيدوروا على كشوف الناخبين وفين اللجان بتاعتهم في حلايب وشلاتين. مستشار احمد خليفة رئيس نادي هيئة قضايا الدولة. يا سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور يا فندم. يا حضرتك ايه اخبار اليوم الاول عندكم؟ الحمد لله مر، احنا قدامنا اقل من 25 دقيقة ان شاء الله ويعدي اليوم الاولاني على خير، وندعو الله ان اليوم الثاني والثالث يبقى بهذا المستوى من الهدوء والوعي. يمكن حضرتك قلت كلمه عجبتني في وانا قبل ما اطلع معاك على الهواء، ان في ادراك من الشعب المصري لاهميه الحدث اللي احنا بنمره. هذا الادراك بيصدر في صوره ان احنا نلاقي كل افراد طوائف الشعب، كبار السن، الاحتياجات الخاصه، المراه، وانت طبعا عارف ان انت منحازه للمراه، لها دور بارز في العمليه الانتخابيه وملحوظ في الشارع المصري. ده يدل على شيء، يدل ان في وعي وثقافه، لان الانتخابات كلنا عارفين ان هي النسب بتاعتها العالميه لا تتجاوز ال 30 وال 20%، لان معظم الشعوب بيبقى لها رؤيه خاصه بتختلف من دوله لدوله حسب المستوى الثقافي والديمقراطي وخلافه. لكن لما نيجي نلاقي اليوم الاول عندنا، يعني من خلال غرفه العمليات عندي في النادي، شفنا الاقبال ماشي بمعدل يعتبر كويس. كويس. ده يعني بيجي لكم من المستشارين ارقام ايه متنوعه مثلا سياده المستشار؟ طبعا. لا يعني انا النهارده لما اتصلت في اكثر من محافظه، لما بعمل المتوسط بتاعها، لما احط في حسباننا ان احنا شغالين على 3 ايام، وعارفين ان المواطن المصري باستمرار بيبقى عنده اعباء كل يوم، وعارف ان لسه الوقت قدامه يوم ثاني وثالث، فبالتالي نقدر نقول احنا بناخد نسبه او معدل. المعدل اللي احنا ماشيين بيه النهارده
لا معدل جيد. اللي هو كام تقريبا يا فندم؟ ما انا مش عايز ابدا احصائيه حضرتك. تعالي لا مش احصائيه، احنا بنقول في المتوسط. معدي من معدل 10 ل 15%. اه 10 ل 15% وده اللي انا حسيته من الغربيه مثلا ومن عدد من اللجان الاخرى. فجاه ده يؤدي الى مؤشر جيد، لان عارفين ان لسه عندنا 48 ساعه جايين، ومعظم الشباب ومعظم الناس بيقول لك خلينا ثاني يوم او ثالث يوم يكلش فيه كثافه وطوابير من هذا القبيل. فالمعدل جيد بيدرك وعي الشعب المصري، ونرجو ان شاء الله ان يتم العمليه في الايام الجايه على هذا المستوى من الرقي والثقافه المصريه. شكرا، بشكرك سياده المستشار احمد خليفه رئيس نادي هيئه قضايا الدوله. معايا ايضا داليا زياده رئيس مركز دراسات الدراسات الديمقراطيه الحره. داليا، مشاهداتكم ايه لليوم الاول؟ الاقبال بتصفيه بايه؟ والمشهد عامل ازاي؟ مساء الخير يا استاذه لميس. الحقيقه المشهد النهارده هو يعني مبهر بدرجه مخلينا كلنا مش مصدقين اللي بيحصل. احنا ما كناش متوقعين نسبه الاقبال دي خالص. كمان ما نقدرش نقول ان في شريحه معينه من المجتمع هي اللي سيطرت على المشهد، يعني زي كل مره مثلا المراه وحدها هي اللي مسيطره او كبار السن فقط، لكن كان في تنوع، كان عندنا شباب وكان عندنا رجال، خصوصا في الساعات الاولى من الصباح. يعني اعتقد هم كانوا حريصين على عمل ده قبل ما يروحوا لاعمالهم وشغلهم ومواعيد شغلهم. ففي اقبال جيد لغايه دلوقتي. اليوم الاول يقدر يعني بمعدل متوسط 600 فرد في كل لجنه، يعني بنتكلم النهارده مثلا على الاقل مش اقل من 10 مليون نزلوا النهارده صوتوا. 10 مليون ده رقم كبير يا داليا لو ده اتحقق فعلا. رقم كبير والله. ده حقيقي. يعني انتوا مشاهداتكم بتقول كده؟ يعني انا المشاهدات اللي قدامي، انا مش عايزه اتكلم في ارقام لانه الحقيقه مش عارفين، بس احنا لو بنتكلم ان احنا اللجان معظمها بيقول لنا كلام على اقبال متوسط اللي هو 15%، 15% دي ما تعملش 10 يعني 10 مليون ده رقم كبير اللي انت بتقوليه. لا والله احنا عملنا حساب متوسط، لان متوسط الحضور في كل لجنه كان حوالي تقريبا 600 يعني. فبنتكلم يعني انا متفائله الحقيقه. المشهد النهارده كان جميل، كمان كان في التزام كبير قوي من مساله فتح اللجان، الاجراءات بتاعه الانتخابات. ما شفناش اي حاجه نقدر نسميها انتهاك يعني او كده. طبعا شفنا المشاهد الاحتفاليه الشبيهه قوي باللي حصل بتصويت تشبه كثيرا تصويت المصريين في الخارج. كان في مشكله بس ان بعض الناس الوافدين اللي هم يعني ليهم المفروض انه عنوان بطاقته في محافظه وهو عايش في محافظه ثانيه، بعضهم اشتكى انه ما كانش يعرف الاجراءات، يعني انه اكتشف فجاه ان هو كان عليه انه يعمل اجراءات. وحتى لما كلمنا الهيئه الوطنيه ده هم الحقيقه يعني قالوا احنا اعلنا عن الاجراءات من قبل كده، انه كان لازم كل حد عايز يقعد في محافظه غير محافظته انه يروح يسجل نفسه في محكمه ابتدائيه او في اي فرع او كده. فطبعا ناس كتير يظهر لان ده اجراء جديد ما عملتش ده، ولانه اجراء اضافي بصراحه يا استاذه لميس. يعني حضرتك عارفه انه دايما لما بنضيف اجراء فوق الاجراء الناس بتتكاسل. فده كان المشكله الوحيده اللي ظهرت النهارده بالنسبه لنا، يعني بالنسبه للي رفضناه. لكن غير كده ردود الافعال كويسه، الناس متحمسه جدا، حاسين ان هم يعني نازلين بيعملوا حاجه وطنيه، موقف وطني، مش مجرد تصويت في انتخابات وخلاص وهنروح، كانهم بيأدوا واجب وطني يعني. نعم، بشكرك داليا زيادة رئيس مركز دراسات الديمقراطية الحرة. خلونا نذهب إلى بني سويف، يعني شمال الصعيد. خلينا نقول لكم الأول بني سويف يا جماعة، هشام الرباط طبعا اللي هناك، بس نشوف بني سويف كام. بني سويف دي فيها 1,700,000 من الكتلة الناخبة، 39% او 40% تقريبا صوتوا في انتخابات 2014. يا هشام انت داخل اللجنه، قول لنا انت فين بالظبط وايه الاخبار اللي عندك. تحياتي لحضرتك استاذه لميس. يعني نحن هنا
في لجنة مدرسة الشهيد محمد عصام سرور بمحافظة بني سويف، وهذه اللجنة هي اللجنة رقم 38. هذه اللجنة بها 4007 صوت انتخابي بين الرجال والسيدات والشباب. كالعادة في الساعات الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت في اليوم الأول، بدأت الأعداد تتوافد وبدأت تكون أكثر مما كانت عليه منذ صباح اليوم، منذ فتح هذه اللجان. ولنقترب من المشهد الانتخابي أكثر، معي الآن المستشارة مريم طلعت رئيس اللجنة 38 بمدرسة الشهيد محمد عصام سرور. يعني عايز أعرف من حضرتك كيف صارت العملية الانتخابية في هذه اللجنة ونحن على بعد دقائق من إغلاق باب التصويت؟ هو في إقبال كويس جدا والأمور ماشية الحمد لله كويسة، مفيش مشاكل خالص، ماشية هادية جدا، والجيش والشرطة مأمنين الدنيا كويس جدا، مفيش أي مشاكل حصلت نشكر ربنا لحد دلوقتي. كان في سلاسة في عملية الإدلاء بالأصوات ولا تستغرق وقت طويل؟ لا خالص، يعني الناس بتدخل بتمضي قدام اسمها وبتاخد الورقة تحط العلامة اللي هي عايزاها وبتروح حط الورقة في الصندوق وتصبعه في الحبر وخلاص. يعني عايز اعرف برضو من حضرتك الفئات اللي كانت مقبلة على التصويت في هذه الانتخابات في هذا اليوم، في اليوم الاول اكثر الفئات كانت اي فئة؟ هو كان بيتصدرها كبار السن والسيدات، بس كان في شباب برضو، بس الاكتر كبار السن والسيدات. كبار السن سواء من الرجال او من السيدات ولا كان السيدات اكتر؟ لا من رجال وسيدات. يعني نحن الآن على بعد دقائق من إغلاق باب التصويت وإغلاق الصناديق، ماذا سيحدث في بعد أن تشير الساعة إلى التاسعة؟ بنشوف إن كان في حد لسه معانا عايز ينتخب أو كده وبيدلي بصوته، وبعد كده خلاص بتفضل المدرسة كلها من الناخبين، بنبدأ نقفل الصندوق وبنحط له أفيز، بناخد رقمه في محضر الغلق، وبعد كده بنأمن الصندوق طبعا مع القوات التأمين، وبنقفل عليه بباب عليه قفل بس. يعني اذا كانت هذه هي بعض النقاط الخاصة بهذه اللجنة وحول عملية الاقبال. ويعني ايضا يعني هذه اللجنة حوالي 4007 صوت. يعني عايز اعرف من حضرتك حوالي قد ايه اللي صوتوا في على مدار هذا اليوم؟ حوالي 530. يعني ايضا يعني نود ان نذكر ان نسب الاقبال كانت اكبر من هنا ايضا في القرى، قرى محافظة بني سويف كانت تكتظ ببعض الناخبين الذين توافدوا عليها منذ صباح اليوم. ونذكر ايضا ان الكتلة التصويتية او من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بمحافظة بني سويف هم 1,741,507 ناخب، وكانت نسبة التصويت قد قاربت الى 40% في انتخابات الرئاسة لعام 2014. شكرا يا هشام. شكرا يا هشام، بشكر سيادة المستشارة. اذا لو اللجنة دي فيها 4007 صوت و530 صوتوا بنهاية اليوم الاول، اذا دي لجنة عملت 13%. احنا هنا بنجيب نماذج، ما بنقولش ان هذه الارقام النهائيه، لان لسه ده اول يوم، لسه في اليوم الثاني واليوم الثالث ولجان المدن غير لجان القرى، فبالتالي احنا بنجيب نماذج. في لجنه كنا في الغربيه كانت 15%، اللجنه دي في بني سويف 13%. هنشوف بقى امبابه والجيزه، زينب شبل زميلتنا زينب شبل من في لجنه في داخل لجنه في امبابه الجيزه، نعرف بقى المعدل التصويت كان ايه يا زينب. اهلا بك يا استاذه لميس وبالمشاهدين. يعني نحن الان متواجدين داخل مدرسه رفاعه الطهطاوي ببابه محافظه الجيزه. لجنه مدرسه رفاعه الطهطاوي بتتكون من ثلاث لجان، محافظه الجيزه يعني بتضم 23 لجنه عامه، وتصل الكتله التصويتيه فيها لاكثر من 5.5 مليون. سينضم الينا الان المستشار احمد حسن ليطلعنا أكثر على كافة التفاصيل الموجودة داخل اللجنة وإلى أي مدى كانت الإجراءات المتخذة لإتمام سير العملية الانتخابية بشكل آمن. أهلا بك سيادة المستشار أحمد هاني حسن. هاني أحمد حسن. سيادة المستشار، يعني أطلعنا على كافة التفاصيل، يعني بداية من أعداد الناخبين المقيدين داخل هذه اللجنة، ويعني
عدد المقيدين داخل اللجنة والناخبين اللي أدلوا بأصواتهم حتى الآن في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. هي المدرسة بتحوي 3 لجان، اللجنة 68، إجمالي عدد الناخبين فيها 5005، حضر حتى الآن 515، يعني بما يناهز 10% أو أزيد، والإقبال متوسط الحمد لله. وبنفس اللجان الأخرى برضو كان الإقبال فيها متوسط من أول اليوم، واللي احنا بدأناه من الصبح بفتح اللجنة ومعاينة جمعية الانتخاب وتحديدها لضابط القوة عشان نلتزم بميعاد القفل بيه ويكون حاضر فيه، اللي نحصر عدد موجود ونحصره وفي الاخر يعني يأدوا حقوقهم الانتخابية بس. وبالنسبة دلوقتي الاجراءات اللي هتتم ان احنا بين جميع البطاقات زي ما حضرتك شايفة بنقفلها بالقفل البلاستيكي وبنسلمها لضابط القوة في محضر وبيستلمها، بحيث بكرة لما نيجي نستأنف العمل ان شاء الله نفتح ونتأكد من سلامتها ونستأنف عملية الانتخاب ان شاء الله. يعني لمزيد من التفاصيل سيادة المستشار هاني أحمد حسن، اطلعنا على يعني كيف يتم الإدلاء بالأصوات الناخبين بداية من دخولهم اللجنة حتى وضع يعني التصويت في صندوق الاقتراع. تمام، هو بيجي الأول بيعرف رقمه عن طريق أحد أعضاء اللجنة، وبعد كده بيتجه احنا مقسمين الدفاتر لان الاعداد هنا كبيره جدا 5000، بيتم التوقيع امام اسمه بمعرفه امين اللجنه، وامين اللجنه بيوقع بعد ما يتاكد من هويته بالبطاقه الرقم القومي، وبعد كده بيستلم البطاقه ويقف ورا الساتر يصوت، وبعد كده بيتم تعليم ايده بالحبر الفسفوري عشان ما يبقاش في معاوده للانتخاب مره اخرى. سيادة المستشار، يعني من المعلومات الموجودة لدينا هنا توجد 3 لجان، اللجنة المتواجدين فيها ولجنتين كمان، يعني نسب الموجودة في اللجان الأخرى هنا في مدرسة رفاعة طهطاوي، يعني عدد المقيدين داخل اللجنة واللي تم تصويتهم أو الإدلاء بأصواتهم في اللجان. بالنسبة للجنتنا هنا قلنا 5005، أدلى 515 حتى هذه اللحظة. اللجنة اللي بعدي اللي هي 69، 5004، وأدلى برضو في حدود 550، واللجنة 70 في نفس النسب برضو 510، والإجمالي 5010، فهو النسبة يعني العامة 10% بالنسبة لكافة اللجان. يعني ايضا سياده المستشار لاحظنا يعني تواجد في من المنظمات المجتمع المدني، يعني الى اي مدى تكون صلاحياتهم داخل اللجان، ويعني كيف يتم التعاون معهم لاتمام سير العمليه الانتخابيه بشكل امن اكثر؟ بصراحه هم بيتوافدوا علينا فعلا من بدايه اليوم، ومعهم تصاريحهم بنتاكد منهم الاول من تصاريحهم وبطايقهم، وبنسمح لهم ان هم بمشاهده عمليه الاقتراع بدون طبعا تدخل فيها، وهم فعلا ملتزمين بكل التعليمات اللي بنديها لهم، والموضوع ماشي بسلاسه كويسه جدا الحمد لله. اخيرا يا فندم، اطلعنا على يعني كيفيه الضمانات الموجوده لدينا للامانه بحيث اتمام العمليه الانتخابيه بشكل امن. يعني في بدايه اليوم حضرتك بتعمل محضر افتتاح للجنه، وفي نهايه اليوم يعني بعد دقائق يعني سيتم عمل محضر لغلق اللجنه. ايه الاجراءات اللي القاضي بياخدها علشان يضمن لنفسه السلامه ويضمن للاصوات السلامه ايضا؟ طبعا كل الاجراءاتنا مؤمنه طبعا بمعرفتنا من بدايه اليوم. المحاضر بتشمل كل اجراء بنقوم بيه، اي شيء بيخطر على بال حضرتك احنا بنثبته في المحاضر عندنا، سواء من تحديد جمعيه الانتخاب، سواء من حد ساعدناه اذا كان معاق ولا يرى او حاجه، كل حاجه بنثبتها. المحضر في اخر اليوم كل المحاضر بيتوقع عليها بمعرفتي ومعرفه امناء اللجان معايا والاعضاء، واذا كان في وكلاء للمرشحين بيوقعوا معايا برضو. كل دي ضمانات ويعني عشان العمليه الانتخابيه تبقى محاطه بالسياج من الامان والامانه طبعا. وفي نهايه اليوم بنقفل المحاضر بتاعتنا وبنقفل الصندوق بالقفل البلاستيكي المسلم الينا وبرقم خاص بنثبته في المحضر، وبيتقفل في بمعرفتنا في لجنه امام ضابط الجيش، وضابط الجيش بيستلمه مننا وتاني يوم الصبح بنفتح كل الكلام ده كله على مرأى ومسمع من كل الوكلاء المرشحين ومن الاعضاء اللجان ومن امناء اللجان،
واي حد بيبقى واقف بيشوف ونتاكد من سلامه جميع الاختام وجميع الاقفال البلاستيكيه، لان احنا كمان الاقفال بنشمعها بالجامع الاحمر ونحط كل الصناديق بمعرفتنا كلها بتاعت اللجان كلها في مكان واحد بيستلمه ضابط الجيش بيعلن عليه حراسه من 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 الخارج، وان شاء الله تبقى الموضوع كويس ان شاء الله بامر الله. سيادة المستشار هاني أحمد حسن، شكرا لحضرتك. إليك أستاذة لميس مرة أخرى في الاستوديو. بشكرك يا زينب. إذن هذه اللجنة في إمبابة، يعني مدرسة في إمبابة فيها ثلاث لجان، كل لجنة متوسط النهاردة أو يعني عدد المقيدين يعني نسبة التصويت بنتكلم في 10% طبقا لما قاله سيادة المستشار في الثلاث لجان في إمبابة الجيزة. قبلها كنا لقينا في بني سويف 13%، قبلها في الغربية 15%، وده لسه اليوم الأول. معي على الهاتف أيضا السيد نقيب الصحفيين الأستاذ عبد المحسن سلامة، وأعتقد النقابة عاملة غرفة عمليات لمتابعة يعني أعمال الصحفيين لو عندهم مشاكل أو عندهم بعض العقبات. سيادة النقيب مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذه لميس، اهلا بيك. ايه غرفه العمليات ليه في نقابه الصحفيين؟ يعني ايه هدفها بالظبط؟ هدفها الاساسي ان احنا بنتابع عمل الزملاء الصحفيين في طول مصر وعرضها، عشان احنا نسقنا من الاول منذ يعني عده ايام بيننا وبين الهيئه الوطنيه للانتخابات ومع المجلس الاعلى للاعلام ومع الهيئه الوطنيه للصحافه، وعملنا يعني فيما يشبه غرفه عمليات مشتركه، والغرفة العمليات عندنا متصلة بالغرف الثلاثة الآخرين، على اعتبار أن أي زميل في أي موقع من مواقع العمل في أي لجنة في محافظات مصر المختلفة بيتصل بهذه الغرفة اللي هي بدأت عملها النهاردة من الساعة 8 وانتهت مع قفل مع غلق أبواب اللجان، عشان أي شكوى الحقيقة لأي زميل نقدر نحلها على الفور ونتدخل ونقوم بتسهيل عمله عشان يخرج التغطية بشكل محترم، واللي احنا بنتمنى عشان صورتنا قدام العالم وصورتنا داخليا وخارجيا. هل وصلتكم اي مشكلات يا فندم من الصحفيين اللي بيمارسوا عملهم على الارض؟ للامانة حتى هذه اللحظة لم تصل اي شكوى من اي زميل، يعني حتى الزملاء اللي ما كانش عندهم تصريح، يعني في التغطية النهاردة خليني اقول لحضرتك كان في نوعيتين من الزملاء بيغطوا، نوعيه خدت تصاريح داخل اللجان ودي اللي احنا سلمناها للزملاء اول امس في الهيئه الوطنيه للصحافه، ونوعيه اخرى لم تكن لديها تصاريح. الحقيقه على المستويين لم نتلقى اي شكاوى من الزملاء في اي جورنان خاص او حزبي او قومي او اي زميل معاه تصريح او ما معاهش تصريح، بالعكس كان في تسهيلات كبيره جدا للزملاء، صوروا وتحركوا ودخلوا اللجان وخرجوا منها، كان الشغل النهارده الحقيقه لم نتلقى اي شكاوى حول التغطيه الاعلاميه والصحفيه للانتخابات على مدار اليوم. نتمنى انه ده يستمر في اليومين اللي جايين. العمل الصحفي عمل مهم، هو العمل اللي بينقل لنبض ما يحدث، وبدون الصحافه وبدون الاعلام ده مش هيتنقل للناس. فبشكرك شكرا جزيلا سياده النقيب عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين. طب الان اغلاق بني سويف. طب خلينا نروح لكريم يسري في الزقازيق حتى نرى كمان نتابع الاغلاق. اتفضل يا كريم. شكرا لك يا استاذ رميز. بالتاكيد اغلقت اللجان هنا في محافظه الشرقيه وتحديدا مدينه الزقازيق هنا في لجنه فرعيه 26، حيث رئيسه اللجنه المستشاره هاجر سليمان، ونتعرف منها على سير العمليه الانتخابيه اليوم. بالتاكيد ارحب بك معنا على شاشه سي بي سي ومع استاذ لميس. اهلا وسهلا بحضرتك. لو تحدثنا في البدايه طبعا عن سير العمليه الانتخابيه اليوم والخطوات التي اتبعتيها مع المواطنات الذين جاءوا منذ صباح اليوم للتصويت في العمليه الانتخابيه. في بدايه اليوم تم التصويت في الساعه 9، كان في كثافه طبعا عاليه في الصبح بدري، وكان الانتخاب بالرقم القومي وتمام، يعني العملية ماشية تمام، وبيحطوا بطاقة الاقتراع في الصندوق الانتخابي وبعدين بيحطوا
صباحهم في الحبر الفسفوري وتمام ما فيش اي مشكله. نقطه هامه للغايه، يعني ربما السيدات شاركنا بصوره كبيره بصوره مكثفه هنا محافظه الشرقيه وتحديدا في تلك اللجنه، كنا متواجدون عصر اليوم وفي الصباح الباكر كان هناك عدد كبير من السيدات كبار السن وفرضوا على مدار اليوم، يمكن بعد الساعه 6 اختلف الامر قليلا. هو كان في اول اليوم كده كان الغالبيه من كبار السن وناس مسنه ويعني تعبانه خالص في الاول يعني، وبعدين بعد كده بدات بعد ما الشمس ساعه الغروب بعد الغروب كده بدا السن سن اصغر شويه مع برضو السيدات كبار السن يعني ما قالوش يعني. كان في تسهيلات اعتقد قدمت لكبار السن ومساعدتهم على الصعود او تواجد هنا داخل اللجنه. كان في ناس معاقه وفي ناس يعني عامله عمليات وعامله بتر في رجلها، طبعا دول ما يقدروش يطلعوا سلم او يطلعوا يعملوا حاجه هنا يعني، فكنا بننزل لهم بطاقه الانتخاب وبيمضوا تحت تحت لان احنا في الدور العالي يعني، فما كانوش بيقدروا فكنا بنساعدهم شويه وبنسهل لهم يعني. عمليه الاغلاق اعتقد بدات الان، سيتم اغلاق الصناديق من قبل حضرتك يعني 3 دقائق بالظبط وهنقفل، بس طبعا اللي جوه المدرسه هيصوت عادي يخش عادي، وبس هو باب المدرسه اللي هيتقفل من بره، فهنبدا بقى بقفل الصندوق البلاستيك بالقفل البلاستيك يعني. شكرا لك استاذ الشرف. شكرا لك. شكرا. كما تعطي معنا استاذ معلش انا ما سمعتش مشاركه كبيره من سيدات محافظه الشرقيه وتحديدا من مدينه الصناديق هنا في الانتخابات الرئاسيه في 2018. كريم معلش كنا انا ما اعرفش اذا كنت سألت السيدة المستشارة عن عدد المدرجين في اللجنة ونسبة الذين صوتوا أو عدد الذين صوتوا، لو ممكن نأكد على هذه الأرقام. بالتأكيد سألتها قبيل الهواء وتحدثنا عن عدد تجاوز 500 مواطنة أو 500 المصوتين، إجمالي عدد المصوتين اليوم في اليوم الأول وإجمالي عدد الأصوات هنا في تلك اللجنة نحو 5000 صوت، وبالتالي نسبة المشاركة ربما تجاوزت 10% بقليل. إذن بنتكلم في 10% في هذه اللجنة في الزقازيق. طيب خلينا نشوف بقى من وراك دلوقتي اغلاق كريم، يا ريت الكاميرا توجهها انها تاخد صور الاغلاق الان في بالتاكيد زميل اللجنه بالتاكيد زميل المصور سيري حضرتك وسيري مشاهدينا الكرام عمليه اغلاق اللجان او اغلاق تلك اللجنه تحديدا لجنه 26 فرعيه بمدينه الزقازيق، كما نرى الان رئيسه اللجنه تجري عمليه اغلاق الصناديق. إذن إغلاق اللجنة في الزقازيق لجنة 26 المدرسة الثانوية الفندقية، لسه في صوت واحد هيظهر المستشارة يعني، في صوت واحد بيحاولوا ياخدوه قبل ما يغلقوا. خلاص إغلاق اللجنة 26 في الزقازيق. نذهب الى إذن اغلاق اللجنه 26، نذهب الى السويس واغلاق للجنه 24 مدرسه احمد عرابي. طارق احمد زميلنا هناك، وطارق اغلاق الان ولا تم الاغلاق بالفعل؟ نعم أستاذة لميس، ستجرى الآن عملية الإغلاق للجنة رقم 24 في مدرسة أحمد عرابي في السويس. هذه اللجنة التي يبلغ تعدادها أكثر من 4000 ناغب، علمنا من سيادة المستشارة نرمين المصري أن من حضر هم حوالي 400 أو أكثر من 400 بقليل في هذه اللجنة في هذا اليوم. الآن وكما تشاهدين معي في الصورة تجرى الآن عمليات غلق الصناديق. طبعا كما نعلم يتم الغلق عبر مراحل مختلفة ويتم تشميعها بالشمع الأحمر، ثم تحفظ هذه الصناديق في اللجان الانتخابية إلى اليوم الانتخابي الثاني. الآن أتركك والصور التي تنقل عملية الإغلاق من داخل لو هذه ممكن اللجنة. لجنة نكلم سيادة في مدرسة أحمد عرابي. نكلم سيادة المستشارة لو ممكن نسألها عدد المدرجين في اللجنة قد إيه؟ انت بتقول 400 جنب، فنعرف عدد المدرجين في اللجنة قد ايه لو هي المستشارة المسؤولة يعني. سيادة المستشارة لو تسمحي ممكن اعرف منك سريعا كم بالضبط من حضر في هذه اللجنة؟
احنا حوالي 450 ناخب توجهوا للادلاء بصوتهم في اليوم الاول من عمليه الاقتراع، وان شاء الله احنا لسه قدامنا يومين ومنتظرين باذن الله بقيه الناخبين المقيدين عندنا باللجنه اللي يدلوا باصواتهم. من اجمالي كام يا فندم؟ 3640. من اجمالي 3600 استاذه لميس، هذا هو العدد الذي حضر اليوم. شكرا. الان ارجو المعذره، سنضطر لترك هذه اللجنه الان لانه حان وقت الاغلاق. شكرا طارق احمد من السويس، لجنه 24، واحنا بنتكلم في لجنه ايضا 13% من في هذه اللجنه في السويس. هل معانا اغلاق تاني يا جماعه؟ طيب يبقى انا بتكلم في المعدلات اللي انا سمعتها من مراسلنا، ودي مكانيه يعني دي معدلات. عايز اقول تاني احنا بناخد لجان عشوائيه، مش بناخد لا لجان بتعبر عن شيء، ولكن بناخد لجان عشوائيه. احنا تراوحنا ما بين 10% ل 13% ل 15%، دي النسب اللي احنا سمعناها من لجان سواء رجال او نساء. طيب هنا نروح هنا لجنة 11 المعهد الأزهري النموذجي وزميلنا أحمد الأفيوني، ونشوف إغلاق يا أحمد. تحياتي لك يا أستاذة لميس، تحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل ما زلنا معكم من محافظة قنا لمتابعة سير العملية الانتخابية، وبالتحديد من داخل لجنة 11 ومقرها المعهد الأزهري النموذجي بوسط مدينة قنا. بالفعل الآن يعني السيد المستشار رئيس اللجنة تم إغلاق اللجنة، بالإضافة إلى أن هناك 434 لجنة فرعية بمحافظة قنا بالفعل كلهم أغلقوا أبوابهم منذ قليل، يعني منذ دقائق قليلة بعد انتهاء الوقت القانوني لليوم الأول من الاستحقاق الرئاسي 2018. يعني أستاذة لميس يعني دعيني أرصد لك أبرز مشاهد اليوم الانتخابي الأول هنا في محافظة قنا. هو كان إقبال ملحوظ من قبل الناخبين على لجان الاقتراع بمراكز المحافظة التسعة، فيما شهدت غالبية قرى محافظة قنا إقبالا كثيفا وكبيرا خاصة بعد عصر اليوم ومع انكسار درجات الحرارة. فيما يتعلق بعملية التأمين سواء خارج أو داخل اللجان، شهدت جميع يعني لجان محافظة قنا بمراكزها التسعة تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات الجيش والشرطة بالتنسيق مع رموز القبائل بالمحافظة لتوفير مناخ آمن للناخبين، كما حرصت يعني منذ قليل عروسان بإتمام زفافهما اليوم الأول داخل لجنة انتخابية بمركز فرشوط شمال محافظة قنا لإعلان دعمهم ومساندتهم للدولة المصرية واستقرار الوطن. وقال العروسان عقب الإدلاء بصوتهم داخل اللجنة أنهم حرصوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي بذي الزفاف، مؤكدين أن هذه المشاركة جاءت من منطلق يعني إيمانهم بالدولة المصرية. هذا كل ما لدينا من محافظة قنا، إليك الآن الكلمة أستاذة لميس. يا ريت لو نسأل سيادة المستشار أيضا عدد المدرجين في اللجنة وعدد الذين صوتوا، ونشوف آخر صور الإغلاق. هل سمعني احمد؟ ما سمعنيش غالبا. طيب بنحاول ان احنا نعرف بس منه. لا غالبا ما سمعنيش. طيب شكرا احمد الافيوني من لجنة 11 من هنا، هنحاول نكلمه نعرف منه ماذا الارقام بتاعة الاغلاق. اذا اغلقت الصناديق في كافة انحاء الجمهورية اليوم الاول، انتهى اليوم الاول من الانتخابات، مشهد جيد في انتظار الناس في اليوم الثاني والثالث. انا بس عايز اقول معلومة مهمة جدا، انه غدا في مباراة مصر واليونان، المنتخب المصري واليونان مباراة ودية، ودي هتكون في 8 مساء، فنرجو من الناس اللي ناوية تنزل تنتخب انها تنزل تنتخب بدري بقى. اللي ما بيحبش الكورة ومش مهتم خلاص عادي، بس يعني ايه بلاش يعني، عشان انا عارفة في ناس كتيرة بتحب الكورة وبتحب تتابع خاصة مباريات المنتخب حتى لو كانت مباريات ودية. طبعا مباراة البرتغال كانت اهم كتير، لكان في رونالدو قدام صلاح وكده، وكان في يعني منافسة عنيفة وشرسة. لكن لمن يريد الانتخاب يا ريت انه ينتخب ينزل الصبح على
علشان لو عايز يتفرج على المباراة في 8 مساء. نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل متابعتنا لانتخابات الرئاسة 2018. ايضا صديقتي الفنانه ليلى علوي. مساء الخير يا ليلى. مساء الفل يا لميس. وشايفه ان انت نزلتي من بدري النهارده وادليتي بصوتك. الحمد لله طبعا اكيد يعني، وقلت انزل بدري قبل الزحمه او كده، والحمد لله كان يوم جميل. وانا بقول ان كلنا لازم ننزل ندي صوتنا، والاهم من كده وقلت يمكن النهارده كذا مره ان احنا لازم نعود ولادنا ان صوتهم مهم، ان ده حقه وده واجبه، وان هو لازم ينزل ايا كان صوته عايز يقول ايه، لكن صح. لازم ينزل. لكن عمليه ان احنا سمعتك دلوقتي برضو مع الفنان علي الحجار بتقولي هينجح هينجح او يعني مش محتاجين ان احنا ننزل، دي عادات غلط خالص. واذا كنا احنا عايزين نتقدم بجد ونتطور ونبقى زي اوروبا اللي بنقول شوفوا بره عاملين ازاي، على الأقل لازم نعمل نمارس حقوقنا ونعمل واجباتنا عشان طبعا نعرف نطلب. صح. وانتوا بتبقوا قدوة يعني، نزول كتير من الفنانين ومن قادة الرأي ومن الأدباء ومن الصحفيين ومن الشخصيات العامة قدوة مهمة انها تقول ان احنا يا جماعة اهو احنا نفسنا اللي ممكن نبقى مشغولين، ممكن يعني نبقى احنا نفسنا بننزل. فيعني برضو وجودكم ده قدوة مهمة جدا يا ليلى. أكيد طبعا. وعايزة أقول لك يا لميس، أنا نزلت النهارده الظهر تقريبا واللجنة كلها كانت معظمها سيدات، وكلهم يمكن معظمهم ستات بيوت يعني مسؤولين عن أجيال طالعة، وكانوا كلهم حماس وأمل، ويعني كانوا بيقولوا لي شكرا إن أنا نزلت وبرافو إن أنا نزلت وكلام جميل جدا. فأنا أنا أنا شايفة إن إحنا يعني ده حقنا وده صوتنا، إحنا مواطنين صالحين ولازم ننزل نقول راينا. وزي ما انت قلتي احنا مش هنقدر نطلب الا واحنا بنؤدي واجبنا وان احنا نضع صوتنا، وبالتالي نقدر نطلب ولا نقدر نطلب ولا نقدر ننقد غير لما نعمل اللي عليه. صحيح. بشكرك جدا الفنانة ليلى علوي على الكلام المهم. الحقيقة ليه الناس دي مهمة ان احنا نسمع صوتهم؟ لان هم بيقولوا لكم تجربتهم. احنا ليه بننزل؟ على فكرة ممكن يقعدوا في بيوتهم ما ينزلوش، لكن هم بينزلوا وبيقولوا بيروحوا علشان يكونوا قدوة للناس. احنا لازم كلنا ننزل. دكتور محمد حمودة المحامي الكبير بالنقد والفقيه الدستوري. دكتور حمودة مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني انتخبت ولا لسه؟ انتخبت يا فندم، بس انا طول النهار كنت في دايرتي في الازبكيه. في الازبكيه؟ واخبار الازبكيه ايه؟ الازبكيه هي تقريبا من اعلى نسب التصويت لغايه النهارده. انا شايفه القاهره عاليه يا دكتور حموده، مش كده؟ مش كلها، لكن اقدر اقول الازبكيه هي اعلى حته في القاهره، حوالي 20% من الاصوات نزلت النهارده. 20% على فكره، انا كل اللجان اللي سمعتها من 10 ل 15 بالكثير. دي الوحيده اللي وصلت حوالي 20. انا كنت عامل لها مؤتمر وكنت عامل لها حشد الازبكيه، بس للاسف ولا كانت يعني الازبكيه كان نسبه التصويت فيها كويسه جدا، لان اللغه اللي خاطبنا بيها الناس فيها كانت لغه الناس قبلتها، وهي لغه دعم الاستقرار. نعم يا اخوانا، مش عايزين، وده اللي انا بقوله لكل مصري، الحسبه مش في تضخيم الافعال او ان احنا نقول او ننتقد، الحسبة اكبر من كده. عايزين ترجعوا تاني 25 يناير بكل الانحلال اللي حصل في المجتمع فيها؟ عايزين ترجعوا للاخوان المسلمين مره ثانيه؟ ولا عايزين نكمل المشوار مهما تحملنا من الام من اجل ان ننجح؟ بدانا مشروعات لسه ما اصفرتش عن نتائج، النتائج لسه جايه، ما تجيش في نص الطريق وتهب
وتلعب من أول وجديد. لازم ندي للرئيس فرصة ولازم ندعمه أمام العالم عشان العالم ما يتريقش علينا. وده مهم جدا فكره دعمه امام العالم. دعمه امام العالم كله. ده احنا مش بندعمه هو بس، احنا بندعم فكره 30 يونيو، بندعم فكره وبندعم مصر نفسه طبعا، بندعم بلدنا احنا اتعلمنا. وده اللي انا كنت بقوله للناس، بالذات الناس اللي انا بحبهم اللي هم الطيبين البسطاء، الناس اللي انا افهمهم ويفهموني. كنت دايما بقول لهم كده بالراحه، في يا اخوانا اسمعوني، انتوا عايزين الناس، احنا ما تعلمناش ان احنا نقطع بعض قدام الناس. ما تخليش الناس اللي بره اللي عايزين ينالوا مننا يخلونا سوريا او العراق او ليبيا او اليمن التي لن تنتهي فيهم الحروب. هم كانوا عايزين مصر تبقى كده، وما زال المخطط قائم، وما زال المخطط موجود، وما زال رغبة ابن مصر داخلهم. دكتور حمودة، في الأزبكية أعتقد كان في السيدة الفاضلة المسنة اللي هي 101 سنة واللي أصرت إنها تنزل. 101 سنة نازلة بنفسها يا فندم، 101 سنة نازلة بنفسها. وأنا مش عايز أقول لحضرتك، أقسم بالله وهذا قسم وحسب عليه، في طرق كتير كانت للحشد من الناس. إحنا حشدنا كله بالحب لمصر وللاستقرار وللبلد ولنجاح مشروعات بدأت. لم نقول عبارات فضفاضة، لم نقل العبارات، حتى هتجد السلوجان بتاعي دايما دعما للاستقرار. نعم. واستمرارا للمسيرة. مفيش داعي بقى النتائج العكسية بتيجي من الحشد المبالغ فيه. طبعا من الحشد المبالغ، وانا معاك تماما الحقيقة فيها. الشعب بيفهم، صحيح صحيح. فهموهم. صحيح. للأسف للأسف الرئيس أعلى مستوى بكتير قوي من كل اللي كانوا بيعملوا من اجل الحشد دي او من فهمت. الرئيس عالي جدا، والرئيس ده عنده، يعني انا مستغرب ازاي احنا مش عارفين لهذا الرجل المحترم الذي فعلا متفاني ومخلص. زي ما قلت الناس، قلت لهم يا سيدي في اخطاء، يا سيدي في حالات فقر، يا سيدي الاقتصاد نتيجة، لكن الرجل بيحاسب على 70 سنة. نعم. ده مش 30 زي ما تحكوا عليكم، لا بيحاسب على 70 سنة، وخد قرار انه يتصدى للأمن ده كله ويعمل ديفالويشن، يقلل سعر العملة، الإجراءات الاقتصادية المهمة. طبعا الطبيعي جدا انك لازم تعاني، لإلا كان اسهل ما عليه. قلت له كان اسهل ما نقول للناس المشاهدين بتوعنا كلهم، واللي حضرتك اعلى مشاهدة في مصر، فبقول لهم كلهم يا اخوانا انزلوا بكرة لسبب. الراجل كانت اسهل سكة عليه ان هو الفلوس اللي بتجيله يأكل بيها الشعب ويدلعه، وبعدين البلد تقع تماما بعد خمس سنين وتبقى الانهيار بقى. فالراجل خد القرار الصعب، ادعموه ونستنى الاربع سنين دول، بعد الاربع سنين نحاسبه. ودي جملة مهمة جدا، واعتقد ان دي خلاصة مهمة جدا. انا بشكرك على هذا المجهود دكتور محمد حمودة، المحامي بالنقد والفقيه القانوني، ومعي على الهاتف ايضا السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار. دكتور خالد مساء الخير، انا شفت صور لحضرتك وانت بتنتخب، اعتقد دول احفادك يا دكتور ولا ايه بالظبط؟ ولا لا مظبوط، هم احفادي بالفعل. بالظبط، دول احفاد حضرتك. زي ما توقعت. ليه جبت احفاد حضرتك معاك؟ بص يا استاذه لميس، هو يعني الانتخابات دي رساله، يعني تعود وقيمه وحاجه لازم الانسان يتعود عليها من هو صغير. احنا بنتكلم على فرصه تاريخيه وعرس ديمقراطي ما بيكررش في العمر كتير. لما الاطفال والاحفاد يشوفوا اهاليهم بينزلوا ويقفوا طوابير، هم بيسالوا في السن ده هو ده يعني ايه، ويعني ايه الورقه دي، والورقه دي ليها قيمتها ايه. كل الاسئله اللي بتدور في السن الصغير ده واجابتها من الاهل ليها معنى كبير جدا، لانها بترسخ قيم كبيره ممكن الانسان ده يكبر عليها، فيعرف قيمه صوته وقيمه رايه في بناء بلده وبناء مستقبله وبناء وطنه. الحقيقه هي المفاجاه مش كده، المفاجاه انا عندي الجامعات المصريه بالشباب، الجامعات النهارده كان حاجه تفرح. يعني طبعا انت عارف ان الشباب دايما ما بيبقاش هو الكتله الكبيره اللي احنا بنراهن عليها في الانتخابات، نتيجه ان هو احساسه ان هو يعني ملوش قيمه قوي. ولكن المفاجاه الكبيره قوي النهارده على الاقل ان كم من الجامعات المصريه على كل محافظات مصر من اول اسكندريه لحد اسوان، في كم كبير من الشباب بحب نازلين واقفين بطوابير ومعاهم اعضاء التدريس والمعيدين زمايلهم في كافه الارياف والقرى. نعم. ممكن تكون قريبه فيحصل فيها ترابط بشكل كبير قوي. المفاجاه عندي السنه دي هي ان في يعني حجم كبير من
الطلاب بالجامعات المصريه. انا بقول دايما ان ده مش كفايه، احنا لسه يوم من ثلاثه، فاحنا ان شاء الله مكملين في اليومين الجايين دول. الرساله اللي عايزين نقولها لاولادنا، انزلوا شاركوا، قولوا اللي انتوا نفسكم فيه، بس احساسك انك انت عندك او كلمتك وصوتك والورقه اللي بتحطها دي قيمه كبيره، هو دي الرساله اللي احنا عايزين نعلمها لشباب الجامعات. وانا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الغفار، بشكرك على اصطحاب احفادك يعني الحقيقه، لانه دي فعلا رساله بنعلم الاطفال من الصغر انه تروح تنتخب، ده دورك لازم تعمله، لان احنا بقالنا يعني في جيل كامل مش عارف هذه القصه، في اجيال كامله ما تعودتش على فكره الانتخابات، اما كانت مزوره قبل 2011، بعد 2011 احنا ابتدينا نشوف ديمقراطيه حقيقيه بعيوبها بمساوئها بمزاياها، ولكن بدأنا نرى الديمقراطية الحقيقية وعدم التزوير في الانتخابات بعد 2000 فقط بعد 2011. أستاذي لويس جريس، فقدته النهاردة وأنا وسط يعني العمل الصبح وإحنا على الهوى أبلغوني إنه أننا فقدنا أستاذ في الصحافة المصرية، أستاذ كبير يعني من في الصحافة المصرية، رئيس تحرير صباح الخير لسنوات طويلة، أستاذي لويس جريس. لويس جريس زي ما قلت الصبح له في عنقي دين لا يمكن ان انا يعني لو قعدت عمري كله ان انا اسدده وارده ما اقدرش ارده. استاذ لويس جريس كان في الجامعه الامريكيه يشغل منصب مديرا للعلاقات العامه، تعرف عليا وانا بكتب في صحافه الجامعه وقال لي تعالي اكتبي في صباح الخير. قلت له معقولة أكتب في صباح الخير؟ أنا مين أنا عشان أكتب في صباح الخير؟ طبعا كان حلم بالنسبة لي فكرة أن أنا أكتب في صباح الخير. قال لي لا تعالي اكتبي في صباح الخير. وأول موضوع عمل لي حاجتين، أنا كنت لسه طالبة في الجامعة، خلى أحد كبار الرسامين لصباح الخير أستاذ جمال كامل يرسمني، ونزل الرسمة غلاف لمجلة صباح الخير، فكانت هذه الفتاة الصغيرة اللي هي لسه عندها 18-19 سنة غلاف مجلة صباح الخير. وما أدراكم ما صباح الخير في ذلك التوقيت، أنا بتكلم هنا على نهاية التسعينات الثمانينات، ما أدراكم ما صباح الخير. صباح الخير كانت شنة ورنة، صباح الخير دي اللي كان فيها كل الناس، مؤسسة روزا ليوسف كان فيها كل الناس، صباح الخير دي اللي كان فيها مفيد فوزي وجاء رئيسا للتحرير بعد أستاذ لويس جريس، اللي كان فيها محمود سعد، اللي فيها يعني رشاد كامل، اللي فيها منى فوزي، اللي فيها نجلاء بدير. صباح الخير، صباح الخير أهم أقلام روزا ليوسف اللي فيها وائل إبراشي وعادل حمودة وإبراهيم عيسى، هذه المؤسسة كنا نعدي بس في شارع القصر العيني نبص لها كده، دي المؤسسة اللي أسستها روزا ليوسف، إحسان عبد القدوس، يعني دي اللي فيها الكبار. فإن أنا أكتب في صباح الخير وإنه ينزل صورتي غلاف في مجلة على مجلة صباح الخير ويقول ترقبوا هذه الصحفية الشابة، وكنت لسه في الجامعة، أول حوار عملته ونشرهولي أستاذي لويس جريس كان حوار مع الأستاذ عماد الدين أديب، دي كانت أول علاقة ليا بأستاذ عماد الدين أديب وبالعيلة كلها. أستاذ عماد الدين أديب كان راجع من لندن يؤسس مجلة كل الناس مع الدكتورة هالة سرحان وثم جريدة العالم اليوم، والتقيت بيه في الجامعة الأمريكية وعملنا الحوار ده، كان أول حوار لعودة عماد الدين أديب، أول حوار بقلم لميس الحديدي. ثم بدأت أكتب، ابتدى ينشر لي حاجات ترجمات للصحافة الأجنبية، ثم بعد ذلك كان بقى أستاذي مفيد فوزي اللي ابتديت أنشر معاه المواضيع الصحفية من أمريكا وغيره. لويس جريس علمني وعلم أجيال، علم أجيال كتيرة، علمها أشياء كثيرة جدا، الدقة، الموضوعية، الصحافة، الهدوء، في كده طباع فيها يسر. لويس جريس كلمني من شهرين وكان صديقه وديع فلسطين عنده مشكلة
في المعاشات معاشه، وكان وديع فلسطين وهو أستاذ كبير يعني يمكن أكبر في السن من أستاذي لويس جريس، وكلمني وقال يا لميس وزير فلسطين مش عارف ياخد معاشه، معاشه في الدور الرابع الناس عايزينه يطلع الدور الرابع، الراجل معاه فوق التسعينات ما يقدرش يطلع الدور الرابع. واتصلنا بالوزيرة وزير التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي، ومشكورة أول ما شافت البوست بتاع أستاذ لويس جريس على طول تفاعلت. لويس جريس لأن أستاذه كان وديع فلسطين تحرك عشان أستاذه، بعد كده تم الاعتداء على أستاذه أيضا وديع فلسطين، وكلمني وقال لي الحقيقة لميس حصل كذا كذا كذا. يعني لويس جريس بالنسبة لي شخص مش بس أستاذ، ولكن شخص كان صديق وقريب، زوجته الراحلة سناء جميل، وكنا على موعد أنا وهو، للأسف هذا الموعد سبقني فيه القدر إن احنا نعمل حلقة عن الراحلة سناء جميل اللي كانت زوجته لسنوات طويلة، للأسف لم يكن لهم أبناء، لكن حبه وعشقه لسناء جميل ما كانش ممكن حد يعني يقيمه. آخر حوار تلفزيوني بيني وبين أستاذ لويس جريس كان في 26/5/2016 في هذا المكان، نشوف جزء منه. أنا بشكرك، وبشكرك على عمر طويل، وبشكرك على مساندة من سنين. يعني حضرتك بلاش كم سنة يا أستاذ، عشان ده يدوك من كم سنة بس، من ساعة ما اتخرجت من الجامعة. أستاذ لويس، إيه قصة؟ طول عمرك رائعة يا لميس. ربنا يخليك يا أستاذ. إيه قصة حكاية سناء؟ اشمعنى دلوقتي بعد 14 سنة من وفاتها؟ والله فكرة يعني دي أنت فعلا هنا، يعني سؤالك الأول يعني ده يعني لمس نقطة هامة جدا في إجابتي عليه، وهي ليه دلوقتي؟ لأن فعلا أنا في ضميري كنت عايز الناس تفتكر سناء، والنتيجة اللي حصلت بيها على هذا الفيلم إن الناس قالت لي الله أنت فاكر إن احنا نسيناها؟ لا، سناء جميل ما تتنسيش. ده حقيقي. وبعدين الحقيقة يعني احنا عشنا مع بعض 41 سنة، ودايما اقول ان يعني لو انا كنت تزوجت من احدى زميلاتي في الجامعة كانت هتبقى حياتي عادية، ولكن زواجي من سناء جميل جعل حياتي ثرية غنية متنوعة ومرت من غير ما احس. السنين جريت وانا مش دريان، لدرجة ان حتى لما سناء رحلت ما زالت عايشة معايا. حبيبي يعني مش عارفة اقول لك ايه. رحل لويس جريس قبل ما انا حتى اودعه، استاذي ومعلمي ورحمك الله. نخرج فاصل. ومرة أخرى نتابع الانتخابات الرئاسية 2018 ونحاول نحلل مشهد اليوم الأول. ليس لدينا أرقام سوى مؤشرات من عشوائية من عدد من اللجان، لكن ليس لدينا أرقام واضحة طبعا في نهاية اليوم الأول، لكن لدينا مشاهد ممكن أن احنا نبتدي نقرأها لكي تكون يعني قراءة مسبقة لليومين الثاني والثالث. فلو هناك مثلا فئات
ما نزلتش نقدر نقول ليه الفئات دي ما نزلتش ونبتدي ندعم نزولها ومشاركتها. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي زميلنا اكرم الفي الباحث في النظم الانتخابيه. اكرم انت دايما مرافق لنا في الانتخابات، شفت اليوم الاولاني ازاي؟ شفته واحد انه في نظام في العمليه الانتخابيه، وده كان ايجابي جدا يجب المحافظه عليه. اعتقد انه كان اهم تصريح لفت نظري في اليوم الاول بعيدا عن التصويتات الكبار رجال الدوله والمشاهير، هو تصريح الهيئه الوطنيه للانتخابات ليس لدينا ما نخشى او ما نخفيه، وهذا معيار مهم جدا في النزاهه وفي ان العمليه تسير كما هي بشكل واضح وشفاف، في شفافيه واضحه في العمليه الانتخابيه، وده مهم جدا وده شديد الاهميه. لو الارقام قليله، لو الارقام متوسطه، لو الارقام ما عجبتناش، دي هي اللي هتكون الارقام بالنسبه لي. ده الفيصل، وعلى فكره ده مهم جدا بالزبط. انا بتكلم بكل صراحه، ايا كانت الارقام هذا هو الفيصل، نزاهه الانتخابات بالظبط. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا شفنا تكرار للمشهد بعيدا عن الارقام بيقول لي اني منحنى الناخبين ايجابي جدا، انه المدينه لازالت هي المتصدره. كان زمان كل اللي بيروحوا هم في الريف قبل 2011، بعد 2011 سكان المدينه هم سيدوا العمليه الانتخابيه، وده لازال هو موجود. ليه؟ اي مؤشرات ليه؟ بتقول ليه هم اكثر وعيا، الاكثر تعليما، خلاص الاكثر رؤيه للسياسه. المدينه هي السياسه ملك المدينه. خلينا صراحه، 2011 وثورة 2013 مركزهم كان المدينة طبعا. مش الريف، خلينا بصراحة، السياسة ملك المدينة، فالمدينة لازالت تحافظ على يعني سيادتها للسياسة. فنلاقي انه مدن زي منوف، زي دمنهور، زي شبين الكوم، المنصورة، مدن زي اسكندرية، حضر اسكندرية، حتى في الصعيد اعلى نسب مشاركة وفقا بعيدا عن الارقام والمؤشرات هي مدينة أسيوط، وبالأساس أسيوط تاني. يعني أسيوط مقسومة بالنسبة لنا لجنتين عامين، أسيوط أول وأسيوط تاني. أسيوط تاني أكتر نسب مشاركة، مدينة أسوان، مدينة المنيا، مدينة إنا، مدينة سوهاج، حتى في القاهرة هنلاقي المشاركة بتزيد في مناطق اللي فيها متعلمين أكتر، زي الشيخ زايد، زي جنبنا، زي مصر الجديدة، مدينة نصر، وفي الأحياء الشعبية اللي فيها نسبة تعليم عالية جدا. يعني السيدة زينة والسيدة عائشة ومناطق الحسين والأزهر او الازبكيه، دي نسب التعليم فيها عاليه جدا، ممكن تبقى افقر من مصر الجديده بس نسب التعليم عاليه جدا، نسب المشاركه فيها بتزيد. ده اخبار ايجابيه بالنسبه لي، ان لازال ابن المدينه هو الاكثر وعيا وبينتخب. وده ممكن يبقى خبر سلبي للي حاولوا يرجعوا لمصالحهم الشخصيه في بعض المناطق، خلاص التكتيكات القديمه خلاص، فده خبر سلبي بالنسبه لهم. الجزء الثاني، المرأة موجودة بقوة، مش لازم تبقى بنفس قوة الاستحقاقات السابقة، بس موجودة، هي متصدرة المشهد. المرأة، مين المرأة؟ الأم بشكل أساسي خلاص، اللي بتفكر في مستقبل ولادها. هل ده كلام في السياسة؟ كلام في السياسة، حتى في أوروبا وأمريكا ده كلام في السياسة خلاص. والجزء الثالث، كبار السن. كبار السن هم الأكثر وعيا، وكبار السن اللي عندهم فكره والاكثر قلقا على والاكثر قلقا على المستقبل، برغم ان هم ممكن يقولوا انا مش حق، يعني لما ينزل النساء من 101 و104 ممكن يقول لك انا مش هلحق المستقبل ده، لكن انا خايف على اولادي وعلى احفادي. وهو كمان، وانا مع حضرتك تمام، وهضيف حاجه واحده، انك عند كبار السن بيزيد الفكره الواجب الوطني السياسي. يعني في علم السياسه يقول لك ان لدى الشباب احساس بالواجب الوطني في القتال من اجل الوطن، الدفاع عن الوطن، يروح يتجند، يعني يحارب. يعني انا بقول، انا شاهدت من اسبوعين حدث، انا كنت ابكي انه احد معارف كلمني في تليفون، انا عايز واسطه في الجيش. قلت له ليه؟ عشان اروح سينا. انا استغربت، يعني ممكن هذا الشاب اللي عايز يروح سينا يحارب ما ينزلش الانتخابات، ما ينزلش الانتخابات، وده لا يقلل من وطنيته. انا بتكلم، وده بحاجه حصل لي بالفعل خلاص، ممكن ما ينزلش الانتخابات. وبالتالي احنا بنقول ان الشباب اللي ممكن ما ينزلش ده لا يقلل من وطنيته، بس هو نهائي. لازم نشرح السلوك بالظبط. الواجب الوطني السياسي بيزيد عند كبار السن، بيزيد عند كبار السن. مصر هتلاقيها فين بقى؟ اكتر المحافظه
اللي فيها اكبر نسبه لكبار السن فوق ال 30 سنه، لان شباب ينتهي عند 30 مش عند 40، اسكندريه. وواحده من اهم اللجان فيها اللي فيها نسبه كبيره من اللي فوق ال 30 سنه وال 40 سنه سيدي جابر. خلينا نفتكر اللجنه دي. على عكس مثلا نتكلم على مكان صغير في اسيوط اللي هو ابو تيج، في اعلى نسبه لصغار السن تحت ال 30 ما بين ال 18 وال 30 في نسبه الناخبين. ابو تيج هي الاقل مشاركه في الانتخابات من اول دستور 2011 لغايه انتخابات البرلمان في 2015. ليه؟ لان صغار من 18 ل 30 دول نسبه اقبالهم على الانتخابات الاستحقاق السياسي الانتخابي قليله في العالم كله. يعني بحكي لك اهو حضرتك على بوتيج، مش بتكلم على انتخابات الرئاسه اللي فاتت ولا انتخابات البرلمان اللي فاتت، انا بتكلم على كل الاستحقاقات من 2011 لغايه 2015. بوتيج نسبه المشاركه فيها قليله جدا مقارنه بالنسب العامه، لانها من اعلى اللجان اللي فيها الدوائر أقل من او المدن سنة. اقل من 30 سنه في مصر كلها. فلازم نفكر في ده. خلاص نتكلم على المراكز اللي فيها مراه فوق ال 30 متعلمه، لازم نشوفها. مش في القاهره بس، في الوجه البحري ده منهور. نفكر ازاي ان دمنهور بتعمل مشهد مختلف. خلاص مش دمنهور بس، المنصوره دمنهور اللي فيها نسب التعليم العاليه ومراه، نسب تشغيل المراه في دمنهور عاليه جدا مقارنه بالجمهوريه بالنسب العامه. خلاص جنبها اماكن في البحيره نسبها طول الوقت متدنيه لانها تعليم اقل. انا بعكس كل اللي بيتقال، كل الناس بتتكلم في الشارع بتقول لك ايه اللي هيروحوا دول، هنتكلم بصراحه، اللي هيروحوا دول اللي جايبينهم اتكلم، ودول الناس الفقراء اللي بيجمعوهم وكده. لا مش حقيقي، مش حقيقي، بمعنى دول ما يجيبوش نسبه، دول ما يجيبوش حاجه مهما حشدوا ويحشدوا قد ايه، مهما حصل، مهما لموا ناس من على هاوي هيلموا قد ايه. ليه بقى؟ لان التكتيكات القديمه نسيت، او اصحاب الافكار ان التكتيكات القديمه تنفع نسوا ان في ميه كتير جرت في النهر، منها قائمه الناخبين نفسها. كان زمان قائمه الناخبين قبل 2010 وقبل 2005 كان كلها على بعض ما تجيبش 20 مليون 25 مليون بالبطايق. احنا دلوقتي 59، احنا 59 ومن غير بطايق، من غير بطايق انتخابيه. ده جدول في كل الناخبين. اقل مكان كان فيه بطايق انتخابيه في مصر كان فين؟ نصر الجديد. اعلى نسبه مشاركه في متوسط من 2011 ل 2015 في القاهره فين؟ مصر الجديده ومدينه مصر. في مي، في مياه كتيره جرت في النهر. ما التكتيكات دي خلاص لم تعد موجوده. مياه كتيره طيب. جرت في النهر. اليوم الاولاني بقى كان يوم يعني يبدو مختلطا، يعني في الاول بعض الطوابير، وانا قلت ان الطابور ليس مقياسا ولا عدم وجود الطابور مقياسا، في تجمهر قدام اللجان بيدي جو، يدي شكل رقص واحتفالية المصريين، ده طقس مصري. في أماكن زي الشيخ زويد فيها يعني شايف فيها كثافة، القاهرة شايف فيها كثافة، اسكندرية شايف فيها كثافة، في أماكن فيها كثافة. لكن بينتهي اليوم، أنا ما عنديش أرقام، لكن أنا سمعت من زملائنا المراسلين 10% في اللجان، 13% في اللجان، 15% أعلى في اللجان. أنا الرقم ده مقلق ولا الرقم ده إيه؟ ودي برضو حاجات عشوائية أنا معرفش. هتكلم بصراحة، بصراحة مقلق للي عايز يقلقهم الرقم. للي يعني هو إيه الرقم، إيه الرقم اللي لازم نجيبه؟ هو في معدل نجاح؟ طب مفيش نهائي. يعني أنا هقول الجملة، مقلق لمن يريد أن يقلقه هذا الرقم ومن انسحب بشكل صريح على أرضية تنظيم الإخوان الإرهابي. من انسحب على أرضية مناقشة تنظيم الإخوان الإرهابي. بس الإخوان قاعدين يقولوا ها هتجيبوا كام؟ أنتوا هتنزلوا كام؟ هم الإخوان أصلاً مش معترفين بالنظام ده. والإخوان أصلاً مش معترفين بالاستحقاق الانتخابي. والإخوان أصلاً إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي هزيمة ليهم أساساً. وعدم وجود أي قلق
يوتر البلد ده هزيمة. يعني فكرة وجود انتخابات ومشاركة مواطنين مصريين ده بالنسبة له كارثة. وانا هرجع للرقم، يعني انا بالنسبة لي خطاب الاخوان ده خطاب منهزم في ذاته ولن اناقشه ومش هتسحب على سجادته ابدا. تمام، معلش. الجزء الثاني الرقم، الرقم تعالى نتكلم بقى في الدستور. لو انا كلمت الناس قالوا لي انه هذه الانتخابات تشبه الاستفتاء ان لم يكن استفتاء، اللي هم حاضر. طيب قانون الانتخابات الرئاسيه والدستور بيقول ايه؟ 5%. طب واللي حط 5% دي حطها كده من عنده ولا على علم سياسه؟ ده لو كان استفتاء، لو كان نزل لوحده 5% من 60 او 59 يعني كانوا 3 مليون. فرضا خلاص. هو ليه؟ لانه اللي حط الدستور كان متاكد ان عندما تكون الانتخابات محسومه مسبقا نسب المشاركه ممكن تقل، ما بتبقاش مظبوط. خلاص ده في قانون الانتخابات الرئاسيه. انا مش منخترع ده، وكمان في الدراسات اللي هي المقارنه بالدول الاخرى في كل دول العالم. انا بالنسبه لي الرقم مش مقلق مهما كان، بس انا متاكد ان الرقم النسب دي اتكلم بصراحه اعلى من توقعاتي انا شخصيا. اعلى من توقعاتي، اعلى من توقعاتي انا. انت بكل صراحه يعني لو كنا، وتعالى نقارن، لو كنا في 2014 جبنا 47، 47% اللي هم 25 مليون، 2014 ده عقب ثورة، عقب في رئيس مؤقت، لكن في بقى لسه الإخوان في الشارع ومهرجانات وبيضربوا الكنايس وكذا. فأنت بتتكلم على محاولة تأكيد أمر واقع، تثبيت أمر واقع. كنا كلنا في كل اللجان في ال 300 ساعتها، اعتقد كانت 350 لجنه عامه او 354 لجنه عامه، دلوقتي بقت 368. خلاص كلنا في كل اللجان كنا في حاله التحدي والحرب. طبعا اللي فيها النهارده لجنه الشيخ زويل. صح، خلينا صراحة ماشي نتكلم فيها. التحدي موجود في الشيخ زويد، المعركه في الشيخ زويد، هو شاي، هو اللي بيواجه المعركه، وبالتالي علشان كده مشهد الشيخ زويد ده مشهد يدرس. ده حشد جماعي، احنا بنتكلم على قبائل ومجموعات خارجه مع بعض تقول احنا معاكم ضد الارهاب. خلينا الصراحه نتكلم بقى بصراحه على انتخابات 2014. كل المراه المتعلمه خرجت عشان تدافع عن ولادها. نسبة مشاركة كبار السن وصلت في بعض المناطق من كبار السن ل 80%، ده رقم استثنائي. نسبة كبيرة من اللي تضرروا من الإخوان كلهم نزلوا التصويت. الأقباط نزلوا عن بكرة أبيهم في 2014، ليه؟ لأنهم كانوا تحت التهديد، حصل ولا ما حصلش؟ طبعا. خلاص، هل كان هناك حد دعا أحد؟ لا، الناس نزلت لوحدها طبعا، لانه انت كنت قدام ضرب النار. فانت كنت بترد على ضرب النار في صندوق الانتخابات، فكانت انتخابات استثنائيه في ظرف استثنائي. يعني ممكن حد يرد عليا من غير ما تسال السؤال ده. ما هو الانتخابات اللي فاتت كان محسومه للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهه حمدين، يبقى انت بتقول ايه؟ قلت له دي انتخابات كانت استثنائيه، بس كانت في ظرف استثنائي. كان هنا الواجب الوطني كان عند اعلى مستوى، التهديد كان على اعلى مستوى، هنا كان فكره هنعدي ولا مش هنعدي. خلاص؟ المره دي الوضع أجاوب مختلف. بصراحه لا، احنا عدينا. عدينا طبعا. احنا عدينا. عدينا. في دوله، في اعتراف شرعي، اعتراف من كل العالم، رحنا نيويورك في الامم المتحده، امريكا استقبلت، يعني لا خلاص. احنا هنتكلم على 2014 كان نص العالم قاطعنا. صح. خلاص؟ وعدنا للاتحاد الافريقي، احنا كنا كل ده كان مش موجود. وده اللي يخليني اشوف الارقام دي غير مقلقه بالنسبه لي. غير مقلقه، بل الارقام اللي حضرتك بتقولي عليها مؤشرات فوق توقعاتي، وتمثل انها تخليني ادرس خلاص كيف ذهب هؤلاء للتصويت. طبعا من مصلحة السياسي، اي سياسي في الدنيا، واي سياسي انه يروح له عدد كبير، يروح له عدد كبير. اي سياسي في الدنيا بيدفع في اي دولة لانه الناس تروح مراكز التصويت، ده دور السياسي. دور العلم انه بعد ما ينتهي دور السياسي يحلل له ايه اللي نجح فيه وايه اللي ما نجحش فيه. طب لو ليه وده ظرف موضوعي ولا ظرف، يعني ده كان بسبب ظرف موضوعي ولا بسبب اسباب ذاتيه؟ بمعنى ان ترامب عارف انه كسب بسبب كبار السن من البيض،
فبقى مركز، مش فارق معاه الاعلام ولا فارق معاه اي حاجه، خلاص انا عارف جمهوري اللي كسبني بعد ما كسب. لانه بتوع علوم السياسه وعلوم الانتخابات النظم الانتخابيه حللوا له مين جمهورك اللي جابك واللي ممكن يعيد انتخابك مره ثانيه. طيب يبقى اذا احنا بعد يعني هنستنى طبعا النتيجه، بس طبعاً احنا لما نبص على النتيجه انت بتقرا ايه بقى اهم حاجه في الحاجات اللي هنقراها يوم الاربعاء؟ اهم حاجه اقراها خلاص فشل التكتيكات القديمه واستمرار المصريين في نمط تصويتهم اللي كان موجود من 2011 اللي هو انه المدن اعلى ولا مش عاليه، خلاص هيفضل ريف الصعيد في الاخر ولا مش في الاخر، المنحنى ده موجود ولا لا، مستمر ولا لا، عشان نبتدي نشوف المشهد كله. لو للدوله رساله عايزه توجهها لفئات معينه في اليومين القادمين، توجهها لمين؟ مين الفئات اللي هي عايزاها تنزل ومثلا ما شافتهاش النهارده؟ انا اعتقد اللي يفرق يعمل كثافه في المشاركه الاكبر سنا والمراه في المدينه الموظفه والعامله التي تعمل، خلاص دول هيفرقوا. الشباب، خطاب الشباب ده خطاب لاجل المستقبل بس من اجل اللحظه صعب. انا بتكلم بصراحه انا يعني حتى لو حد لا صعب صعب، هيشارك شباب بس مش بنسب كبيره، ما حصلش قبل كده. بس انت نفسك قلت انه في العالم كله بالظبط في العالم كله الشباب بتبقى ضعيفه، اقل ب 25% من كبار السن، ممكن تزيد شويه في مصر شويه بس ده طبيعي خلاص. وانه المعادله في مصر لسه ما اتعدلتش ولسه الشباب محتاجين بالزبط. ان احنا اكتر ان احنا ندمجهم في المجتمع، ندمجهم في المشاركه السياسيه وكل ده، ويحس انه فعلا سياسي ده كله موجود. وانا رايي انه الانتخابات دي هتأسس لبكره، وتأسس مش بس الانتخابات 2012 اللي هو فكره الشفافيه والنزاهه وليس لدينا ما نخشاه، وكمان الانتخابات البرلمانيه اللي قربت طبعا خلاص، ودي خلاص دي قربت، دي احنا بنحافظ على مكتسبات ثوره 30 يونيو وبنحافظ على مكتسبات ثوره 25 يناير. ده جزء مهم، اللي واعي ده والاكثر ارتباطا والاكثر تاييدا اللي هو عنده تاييد عالي جدا فوق مش فوق المتوسط، فوق المتوسط. طيب هو اللي بينزل يصوت. طيب اكرم عشان وقتي كلمه اخيره عن اليوم الاول. انا رايي انه كان يوم ايجابي بغض النظر عن الارقام، كان يوما ايجابيا، واعتقد انه المشهد لم يحدث فيه ما يعكر صف العمليه الانتخابيه، لم نشهد اي شكاوي ولم نشهد اي محاولات للتضييق على العمليه الانتخابيه، ولم نشهد اي قلاقل في البلد. كان هو ده المهم، هو ده المهم. المشهد كان ايجابي، كان ايجابي. في سلبيات طبعا، في اي عمل سياسي في سلبيات يجب ان ندرسها ونناقشها بعد انتهاء العمليه الانتخابيه، مش جوه العمليه الانتخابيه، حتى نسمح ان تنتهي العمليه، لان في كلام كتير بالظبط، بس ده بعد العمليه الانتخابيه. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا اكرم الفي الباحث في النظم الانتخابيه، وطبعا هنقعد مع بعض سهره طويله بقى يوم الاربع نسمع نحلل المؤشرات الاولى للفرز. منذ قليل كان في مؤتمر صحفي للجنه العليا الهيئه الوطنيه للانتخابات، مستشار محمود حلمي شريف، نسمع مقطع مما قاله. بعد 9 مساء وقد أتمت جميع اللجان على مستوى الجمهورية عملها وأغلقت أبوابها بعد حضور الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بعض اللجان تلاحظ البعض أن بعض اللجان لم تعمل أو أغلقت أبوابها في 3 عصرا، وده أمر منظم طبقا للقانون وطبقا لقرار الهيئة الوطنية رقم 24 لسنة 2018، أنه التصويت من 9 صباحا حتى 9 مساء ويتخلله ساعة راحة، والتي حددها قرار الهيئة من 3 إلى 4 عصرا، ولكن العمل سار بانتظام، وأن ساعة الراحة هي فقط
للراحة واستئناف العمل. أحد السادة القضاة في لجنة في محافظة الإسماعيلية كان أصيب بإعياء وتم إسعافه وأكمل عمله. أيضا لجنة في القاهرة مدرسة محمد فريد أحد السادة القضاة أصيب بأزمة قلبية تم نقله إلى المستشفى واستبدل على الفور بآخر. ونتمنى الجميع للجميع الشفاء. وأيضا لجنة 69 المطرية السيد القاضي المشرف توفى والده إلا أنه في سبيل أداء هذا الواجب الوطني أكمل يومه للنهاية. أحد الناخبين الذي توفى إثر أزمة قلبية في محافظة سوهاج عقب الإدلاء بصوته الأعلى تصويتا نسبيا القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء. نتابع قراءتنا لمشهد اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2018. واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وصديقنا الأستاذ صلاح سليمان المحامي بالنقد والخبير بالنظم الانتخابية. دكتور عصام، أكيد يعني الحزب موجود في كل الجمهورية، عندكم أرقام من الإقبال الشرايح العمرية، إيه الأرقام اللي عندكم؟ شوف حضرتك يا فندم، احنا يعني النسبة العامة للمشاركة تقريبا بنتكلم ما بين 15% يعني اراوند 15%، وهي نسبة بتعتبر مقبولة جدا. نمرة واحد في ان احنا النهاردة زي ما كنت لسه بتكلم مع الدكتور صلاح بقول له في نقطة ان النهاردة كل سنة وانتم طيبين، ابتدينا في شهر رجب فالناس بتصوم اثنين وخميس، ودايما معروف ان الاقبال في الريف بيبقى اكتر من الحضر. في دراستنا الانتخابات الحضر ان جنرال بيبقى تعداد النزول 20% تقريبا، ده في توتال الايام يعني. الريف دايما بيعدي بيوصل ل 40 و45. بس ده قبل 2011 يعني، مثلا زميلنا اكرم الفي كان موجود دلوقتي بيقول انه بعد 2011 المدينه بقت هي القائد. لا الحقيقه يعني ما يعني ممكن اختلف مع الاستاذ اكرم، لانه احنا يعني احنا في الحزب خدنا انتخابات 2011 2012 والاستفتاءات وانتخابات 2014 2015. لا دايما الحضر بيبقى اقل نزولا من الريف طبعا، دي معروفه يعني، وما زالت موجوده يعني ما اختلفتش كتير. لكن المره دي يعني احنا في نسبه اذهلتني الحقيقه اللي هي مشاركه الشباب النهارده من عدد اللي صوتوا مش من الناخبين. يعني مثلا حضرتك وكانت مفاجأة بالنسبة لي نسبة مشاركة الشباب من 18 ل 35 سنة. من إجمالي حضور اليوم أسيوط 40%.
واغلبهم 40% اللي نزلوا صوتوا النهارده في صوت من 18 ل 35 سنه. يعني 40% من المصوتين من اللي نزلوا النهارده في اسيوط كان عمرهم من 18 ل 35 الشباب ودول اغلبهم نساء. البحيره 30%، اسكندريه 20%، بورسعيد 20%، الوادي الجديد 40% شباب، سوهاج 30%، البحر الاحمر 40%، الفيوم 20%، المنيا 20%، جنوب سيناء 50%، المنوفيه 30% مثلا. ده من النهارده من توتال جدا على فكره. احنا دايما بنحل يعني اجمل حاجه في الدنيا يعني بتعتبر من ضمن الحقائق اللي ما الفيجرز الارقام يعني حضرتك 9 هي 9 يعني ممكن في السياسه نختلف في وجهات النظر. والانتخابات هي عباره عن ارقام ودراسات للارقام وبنقدر بناء عليه نحط الخطه الانتخابيه. القصه برضو في نقطه احتمال الناس تقول بس الطابور هنا مش طويل مش زي ما احنا بنشوفه قبل كده. احنا كنا عاملين دراسه تحليليه وقلنا ان ده متوقع ليه لان عدد الناخبين 59 مليون وكسور، عدد اللجان الفرعيه 13900 تقريبا. انا فالمتوسط فالمتوسط 4200 في كل لجنه. لو حسبنا ان احنا عندنا متوسط اللجنه بتفتح من 9 ل 9 هنقول في ساعه راحه وعلى ما بيبتدوا في شويه تاخير وعلى ما ينتهي نقول 10 ساعات. ال 10 ساعات في الثلاث ايام يعني 30 ساعه. 30 ساعه لو قسمنا ال 4200 على 30 ساعه يبقى عندي 125 او 140 ناخب كل ساعه. لو قسمناهم على ال 60 دقيقه يبقى كل دقيقه في 2 او 3. فده بيدي انطباع لبعض الناس انه لا ده ضعيف. الحقيقه هو مش ضعيف لو اخذناها بالارقام. فعشان كده بقول لحضرتك ان في الانتخابات تحليل الارقام مهم جدا. في ظروف بتحصل بتخلي تاجيل من النهارده لبكره. وجود الثلاث ايام دي ادت مساحه اكبر بالتاكيد طبعا للناس. 10 ساعات مساحه معقوله جدا. بس انا الحقيقه الارقام اللي انا وقفت قدامها اللي حضرتك قلتها دلوقتي ودي يعني من المصريين الاحرار يعني من حزبكم في الموجود في كل مكان. فاحنا او مقراتكم اللي موجوده في كل احنا مكان. عندنا غرفه عمليات مركزيه في كل امانه في محافظه في غرفه عمليات مركزيه بتتواصل مع المراكز والقرى والنجوع. فخليني اراجع تاني الارقام يا دكتور اللي هي بالذات ارقام الشباب المشاركين لان دي ارقام مهمه جدا من يعني احنا بندور على ارقام ودي ارقام المصريين الاحرار وعندهم غرفه عمليات مركزيه وبالتالي ارقامهم الى حد ما بتكون تقريبية دقيقه. فنرجع نقول الشباب فين يا فندم؟ اسيوط 40%. اسيوط 40% واحنا بنقول هذه النسب من النسب المصوته اليوم مش من المسجلين في جنة الناخبين من المصوتة اليوم. ودول اغلبهم من النساء. البحيرة 30%، اسكندرية 20%، بورسعيد 20% واغلبهم من الاناث. بني سويف 12، الوادي الجديد 40، سوهاج 30%، الفيوم 20%، البحر الاحمر 40%، المنيا 20%، جنوب سيناء 50%، المنوفيه 30%. دي لجان ولا دي اجمالي المحافظه؟ اجمالي المحافظه. دي ارقام مهمه جدا الحقيقه ويا ريت يا جماعه الارقام دي تكون موجوده على الشاشه عن الغرفه المركزيه للمصريين الاحرار لانه دي ارقام مهمه جدا. احنا هنا بنتكلم على يعني نمط تصويت للشباب لم نشهده ربما من قبل وده محتاج دراسة يمكن بعد كده. صلاح شايف اليوم الأولاني قد إيه؟ أنا مش منزعج إطلاقا. اليوم الأولاني إفراز طبيعي للحالة اللي احنا فيها. لازم هتفق مع اللي قاله الباشمهندس عصام في توزيع اللجان. تقسيم اللجان بعدد من 3.5 ل 4000 صوت ده رقم رائع جدا. عايز أفكرك ب 2012 واحنا قاعدين في الاستوديو مع بعض وبنشوف طوابير طويله كان قوام اللجنه كام صوت؟ 24000 صوت و 20000 صوت. فطبيعي جدا ان تلاقي طابور قدامها. ده واحد. تصميم اللجان لو جبتي صوره لاي لجنه هتلاقي اول ما تخشي هتلاقي رئيس اللجنه قاعد بعد كده بتخش في دايره هو بيبص على الاثبات الشخصيه بيسلمه للي جنبه اللي جنبه بيطلع من الكشف وانت هجيب لك بقى اللي في الاول بس يطلع من الكشف بتاخدي منه ورقه وبتمضي بتخشي على الصندوق على سوري الساتر تدلي بصوتك تروحي راجعه حاطه في الصندوق
دخل على اللي بعديه، حط صباعك في الحبر الفوسفوري، خارج على بره في انسيابية رائعة. ده واحد. اتنين بقى، نشوف اللوجيست اللي عاملينه. من على الباب بره في تعليمات انت هتروح فين، تعليمات انت هتدلي بصوت لمرشح واحد من الاتنين مرشحين، صورهم ونموذج لبطاقة التصويت متعلقة بره، نموذج بره، اختار ده، الصورة والرمز موجودين. بتخش بتلاقي ناس بيقدموا لك مساعدة في ايه بقى؟ بيقول لك انت في لجنة، انا عندي مثلا المقرات الانتخابية فيها لجنتين او ثلاثة، لجنتين او ثلاثة، انا فيني لجنة فيهم؟ فبدخل على حد قاعد بره بيقول لي انت في اللجنة 17 او لجنة 18، انت رقمك في الكشف صفحة 22 رقم 238. فببقى داخل وانا بدي بطاقتي لرئيس اللجنة، عارف، بقول له انا معايا ورقة او بقول له بصوتي بالظبط كده، صفحة 13 رقم مسلسل 232 عندك. هو مقسمين اللجنة ال 4000 صوت ولا 3000 صوت، متقسمين على اربع موظفين، لان كل رئيس لجنة عنده اللوجيست بتاعه مش اقل من خمسة. طيب انا عندي ثلاثة ماسكين الكشف اللي بمضي فيه، بياخد مني البطاقة رقم القومي، بيضيف اخر رقمين اللي هم مش موجودين عنده، عنده البطاقة من 14 رقم، اخر رقمين دول بتوعي انا وبتوعك انت وبتوع البشمهندس، حاجة خاصة يعني، فبيأيدهم وبمضي جنبيهم. كويس. بعد كده باخد البطاقة وبدخل على الساتر ادلي بصوتي. العملية دي في ظل اتنين مرشحين لا تتجاوز باي حال من الاحوال دقيقتين دقيقتين ونص. طبعا. يعني بالضبط. ده لا، وبالتالي واحنا قلنا الكلام ده في بداية هذه الحلقة، انه لا الطابور مقياس ولا انعدام الطابور مقياس. المقياس فقط هي الارقام اللي موجودة اللي بيقولها رئيس اللجنة في نهاية اليوم او نهاية العملية الانتخابية. برافو عليك. اتفضل. عايز اكملك بس ان الدقيقتين دول انا مش بقعد كناخب في اللجنه لوحدي دقيقتين، لا انا باخد نص دقيقه او دقيقه مع الاولاني مع رئيس اللجنه، حد تاني يكون دخل وانا بدخل بيدخل اللي ورايا، يعني متوسط الموجودين طبعاً في اللجنه زي ما قال باشمهندس بالظبط في الدقيقه الواحده من خمس لست ناخبين بحسب عدد الاصوات. اخر حاجه، انا عندي من 9 الصبح ل 9 بالليل اليوم ده فئات التصويت بتختلف، من 9 ل 12 دول او لوحده الظهر كمان سيدات البيوت، ربات البيوت والمعاشات، ناس مش شغاله قاعده في البيت، بتخرج بدري متعوده انها ما عندهاش حاجه الصبح، تروح تدلي بصوتها و12 ترجع البيت عشان تعمل الغداء لاولادها. الموظفين بقى بيرجعوا بيطلعوا متأخر. الموظف ده بيبدا يشتغل بعد الساعه 12 او بعد الساعه 1 لغايه الساعه 3 ميعاد الراحه. طب من 3 ل 4 الراحه، من 4 يدخل معايا بقى الاعمال الحره والعمالة والمهن والمهنيين والشباب اللي هو خلص جامعته خلص دراسته خلص وجاي. الأهم من ده إن أنا عندي من 12 ل 4 حر طبيعي الوقت ده، حر قوي يعني، الجو حلو اليومين دول بس يعني أيا كان الصيف. أيوه بس أنا مش مضطر أتحمل ده، فهتلاقي الكثافة بالليل أكتر، ممكن تلاقي بعض الطوابير قبل 11 أو 12 وبعد 4 ممكن نلاقي طوابير في الوقت ده. دكتور بتعملوا ايه في الحزب؟ يعني في الحزب عملتوا ايه لتشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات بالذات موضوع الشباب لانه دي قضية مهمة جدا. حياتك بس في جزء بتاع الدكتور صلاح انه لما قارن ب 2012 بالاضافة ل 24,000 في اللجنة الواحدة، اهل الشر يعني كانوا بيعملوا حركه احنا كنا رصدينها في 2012، كان في حركات كانوا بينزلوا تكتلات الصبح 100 مثلا وبيتبادلوا يفضلوا واقفين حازين عشان فيحجز المكان فيزهقك وبعدين بيحسس ان الطابور طويل فيزهقك انت لقيت واحنا بنزهق بسرعه. الجزئيه الثانيه ودي نقطه مهمه، دي من بعض يعني مش عايز اقول انها يعني استنتاجات من اللي بيحصل، ان احنا مثلا حضرتك سالتيني على احنا بنعمل ايه، احنا من اكتر من شهرين عندنا شباب الحقيقة أنا بفخور بيهم جدا بيتابعوا الإعلام والصحافة الأجنبية ومنظمات الحقوق الأجنبية، لأن بناء عن الكلام بنقدر نستشف ماذا سيحدث. الهدف الرئيسي حضرتك في الموضوع كله إن الناس ما تنزلش. طيب هما ليه مش عايزين الناس تنزل؟ علشان يبقى المنظر إنه يعني من إن لأن إحنا لاحظنا في الأول في الصحافة بيتكلموا كده، يعني حضرتك ممكن اقول اسامه، احنا عملنا مؤتمر صحفي دولي وهاجمناهم وقلنا لهم وش يعني مثلا الجارديان نيويورك تايمز واشنطن بوست كانوا شغالين علينا بطريقه
انه لا يوجد منافس للسيسي. لا يا فندم، ده هو بيقصي معارضي. بيقصي معارضي، بيعمل تضييق سياسي، بينكل بيهم، وان النتيجه محسومه والنتائج مزوره هتطلع. يعني كان بيمهد دايما انه في النتيجه دي مش مظبوطه وان المصريين هيحجموا. وحضرتك تلاحظي المنهج اللي كانوا الاول اللي شغالين بيه، في مجموعه طلعت وقالت نقاطع الانتخابات ومطالبه بمقاطعه الانتخابات لانها ديمقراطيه زائفه. ومن ثلاث ايام داعش نزلت وقالت ان الديمقراطيه حرام وما تنزلوش، ودول ما تنزلوش. طب ما احنا اخترنا، احنا عندنا ديمقراطيه حقيقيه عشان تبقى حرام ولا ديمقراطيه. لكن الهدف كله ان الناس وبناء عليه احنا ابتدينا نحط المنظومه في الحمله بتاعتنا. ودايما الدكتور صلاح يعني استاذنا في الانتخابات، احنا قلنا احنا نبتدي لازم اطلع تدريجيا في الحمله الانتخابيه، ما ابتديش عالي ابدا. فابتدينا الجزء الاساسي هو التوعوي، احنا بنوعي الناس. وابتدينا نبعد عن الاسلوب التقليدي في الانتخابات، يعني حتى في الحمله ابتدينا نخاطب الناس على انه الانتخابات الرئاسيه هي قضيه دفاع عن الوطن قبل ما تكون انتخابات ومين اللي هيكون الرئيس. وفهمنا ايه الغرض منها، وكنا عملنا بامفلت صغير كده وفلايرز نزلنا منها كميات. والحقيقه احنا وجدنا الشباب كانوا بينزلوا الشوارع، بينزلوا المترو. اخر كان يوم الجمعه الاخير نزلوا محطات المترو. حضرتك تعرف ان المترو بيقولوا حوالي من 6 ل 7 مليون مواطن في اليوم. وابتدينا نوزع، كان في اقبال وابتدوا يروح. عملناها في صيغه سؤال وجواب بين اتنين بيتكلموا بلغه عاميه. يعني انا يعني احنا عندنا ثلاث اسئله في اخر يوم. انزل الانتخابات؟ لا مش نازل. مش نازل ليه؟ ما هو ناجح ليه؟ مش ناجح ناجح. فاسلوب جميل بيقدروا. فالناس ابتدت تتجاوب، ابتدت تعرف. واحنا قلنا فيها بوضوح جدا انه لو عدد الناخبين 60 مليون ونزلوا مثلا 10 مليون، الخارج منتظر هيقول، يبقى ال 50 مليون تحليل ارقام مش موافقه او معترضه. ولهذا لازم ننزل لانها قضيه دفاع عن الوطن. غير المعقول انا عندي القوات المسلحه والشرطه وبتدافع عن كيان الوطن، وخدنا اجراءات اقتصاديه صعبه جدا على الناس، بس دي كان لازم تحصل زي ما حضرتك عارفه. في الاقتصاد كان لازم يحصل التعويم و كل ده ليه؟ عشان نحافظ على كيان وطن ويبقى عندنا اقتصاد حقيقي. لو تقاعسنا تفرق كتير قوي اين ان يكون رئيس الجمهوريه جاي بنسبه تصويت عاليه جدا، بيبقى فيها في الخارج بيبقى فيها قوه. ودايما ستسورنا ما يهمنيش الخارج، انا يهمني جوه ان احنا نكون كلنا ايد واحده. ايه معدل التصويت اللي شايفه مرضي؟ يعني او شايفه يعني احنا طماعين شويه. ما طماعين بس يعني ال 25 مليون اللي نزلوا المره اللي فاتت اعتقد ده رقم كبير في ظل الظروف، الاستقرار غير انك تبقى تحت تهديد، برضه الريلاكسيشن ومفيش، وبصراحه مفيش منافسه، فالمنافسه برضه بتخلق انا انظر لها لمنافسه حضرتك. لو انا عندي دي انتخابات رئاسيه، لكن انا بنخرج بره مفهوم الانتخابات الرئاسيه الى انها قضيه دفاع عن الوطن. هل ده الناس بتفهمه؟ ما هو ده احنا بنقوله بقى. بس هل بيوصل للناس يا فندم؟ ده دورنا ان احنا نوصله وننزل. عشان كده عملنا ده، اشتغلنا على قطاعات زي قطاع الشباب مثلا. عملنا حاجه قبل الانتخابات باسبوع بلس 18 اللي هم الشباب اللي اول مره يصوتوا في الانتخابات، اللي هم من 18 ل 21 سنه. وفهمناهم يعني ايه انه لما بينزل بيصوت بحق لي، ان هو لازم يكون فخور بانه بينزل يصوت بيمارس حقه، حتى لو يدي اي مرشح، حتى لو ينزل يبطل صوته، لكن لازم يقول انا موجود وما يلومش نفسه. دي جزء. الجزء الثاني ذو القدرات الخاصه. احنا عندنا حضرتك 3 مليون صم وبكم، من حقهم. عملنا لهم على ويندو على صفحه الحزب وابتدينا نخاطبهم، حقه الانتخابي يتحرك ازاي. والحقيقه في هيئه الوطنيه للانتخابات عملت لجان خاصه في الدور الارضي لذو القدرات الخاصه. اغلب اللجان في الدور الارضي. طب انا هضطر اخرج فاصل، وبعد الفاصل يعني عايزه اسالك انت توقعاتك ايه الرقم اللي يبدو مرضيا لنا كمصريين قبل ما يكون مرضي للخارج؟ هل في رقم معين؟ هل في رقم اللي هو بنقول ده نجاح وفشل، او نجاح وعدم نجاح، ولا الحقيقه انه الدستور بيقول 5% لو هو استفتاء؟ لو تستفتاء، لو هو استفتاء، لو هو مرشح وحيد، لو هو مرشح وحيد. ويعني انا مش عايزه اقول القصه، بس يعني في النهايه لا توجد منافسه حقيقيه. لو توجد منافسه يعني في النهايه رئيس سيسي شعبيته اعلى كتير. فهل ال 5% دي كافيه ولا احنا محتاجين؟ احنا عديناها. ايه؟ ايوه عديناها، بس عديناها بكام بقى؟ بعد طب بعد الفاصل؟ طيب بعد الفاصل.
بدايه اليوم الاول يعني، وعندنا لسه يومين قادمين. صلاح كنا بنتكلم على انت راصد ايه توقعاتك النهارده تصويت من 8 ل 11 مليون صوتوا النهارده. 8 11 مليون ده كتير؟ لا مش كتير. انا بقول لك 11 ده كتير؟ لا مش كتير. ليه؟ مش قراءه بالراحه بس. لما المدن يبقى التصويت فيها 15 من 12 ل 15% على طول، الريف من 18 ل 22% على طول كده، كلمه واحده ما بتحصلش غير كده. فضلا عن ان اليوم متنوع. طب اقول لك على حاجه، النهارده يعني بسم الله الرحمن الرحيم الصبح صوت 180 الف بني ادم في اول 10 دقائق مقرري اللي جاي. دول قدوا بصوتهم في اماكنهم. التصويت احنا لازلنا اسرى مشهد 2012، المشهد الذي اصطنع علينا. مشهد طيب. الطابور، مشهد الازدحام ده طبعا. طيب خليني امشي معاكي على المشهد ده. اعلى نسبه تصويت في المشهد ده كانت وصلت ل 52% في انتخابات البرلمان. قعدت كام يوم؟ 22 يوم. 22 يوم، 12 يوم. انتخابات الرئاسية 2012 برضو كنا بنتكلم في فوق ال 50%. 55% في الإعادة. ليه طيب؟ بقى الخناقة كانت جامدة جدا. بالظبط، الله يفتح عليك. إخوان وشفيق وكده، الناس راحوا مارينا. وفي النهاية برضو إيه؟ أنا عايزين نتكلم في طبيعة الرقم. توصيف الرقم جه منين؟ جه برضو من نسبة مشاركة في الريف. الحضر دايما مع ارتفعت مشاركته في 2012 استثناء اقتربت ولكن لم تتجاوز الريف، لا زال الريف يصوت اكتر. خلينا اتكلم معاك في نقطه مهمه قوي، فكره التزوير اللي بتتقال، اللي كان بيتكلم فيها الباشمهندس ان احتمال نواجه بالكلام الفاضي اللي بيتقال ده. طيب انا عشان ازور انا عندي صندوق شفاف، عندي بطاقه رقم قومي ناقصه رقمين لازم يتسجلوا من الناخب، عندي 180 ألف واحد لازم اتفق معهم على التزوير. ال 180 ألف دول مع المصوتين اللي نفترض ان هم 10 مليون في الثلاث ايام، مستحيل دول ماشيين عمر ما معهمش كاميرات. كلام خلينا يعني بس نشرح قصه التزوير، لانه الدكتور عصام كان بيقول انه جماعه الاخوان متخوف. ستبدا في اصطناع فكره انه لو تشرح لنا القصه دي. حضرتك كنت بتكلم فيها وانا دي الان احنا يعني عشان بس بيهزش الناس انه من حركاتهم ممكن جدا انه نموذج لبطاقه الاقتراع هيتعمل منها حاجات مصطنعه كتير، وقناه زي الجزيره او القنوات الاخرى هتبتدي تجيب مناظر ل بطاقات اقتراع شبهها ومرميه في اي حته ومتعلم عليها باطل ومرميه، يجيبوا صور في اي مكان ويرموها ويبتدوا يصوروا ويبتدوا. اذا كانت الجزيره امبارح قبل الاقتراع قالت نسبه التصويت 2.6%، 2.6 من 10. 2.6 من 10 الجزيره. طب ماشي، 6 من 10 جابوها منين يعني؟ يعني ما هو يعني دقه بقى. يعني ما هو النص بدقه. فدي نقطه مخوفانا. النقطه الثانيه احنا رصدنا انه من يومين كده ابتدى في ناس بتنزل في المترو وبتنزل في وسائل المواصلات وبتدي الناس اقلام يعني شكلها شيك، بس احنا لما رصدناها الاقلام دي الحبر بتاعها بيطير يعني بعد نص ساعة، بعد ساعه بتبتدي تزول من المكان. فاحنا بنقول للساده المواطنين بكره وبعد بكره ان شاء الله لما يروحوا لازم يستخدموا القلم اللي موجود في اللجنه، لان هو بعد يعني كده يا قلمك يا القلم اللي موجود في اللجنه، واللجنه فيها قلم محطوط قدامك على قلمك ليه؟ ففي حاجات احنا بنحذر عشان احنا زي ما بيقول كده الدكتور صلاح حاجه مستحيله، بس ليه احنا دايما بنحط نفسنا في موقف الدفاع؟ ما انا لازم اقول يا جماعه خلوا بالكم، لانه احنا بنقول اول يعني عشان يشهد المصريين والخارج برضه. سالتيني سؤال ما جاوبتش عليه. اتفضل. اللي هو ايه الرقم اللي يرضينا؟ انا ما عنديش تحدي عشان رقم يرضيني او ما يرضينيش. انا عندي دوله مستقره عندها معدلات تنميه جيده، عندها اقتصاد بدا يستقر ويتعافى، عندها رئيس نازل بانجاز مش نازل بوعود، نازل بانجاز يعني حققه ويسعى لاستكماله، عندنا شعب ملتف حوالين ده، عندنا رجاله واقفه بتدفع ضريبه دم لغايه دلوقتي. احنا قلقانين من مين؟ قلقانين من شويه ناس يملأهم الحقد قاعدين رجل على رجل في الخارج يحدفوا علينا طوب. من امتى احنا بندور على ده؟ من امتى نسمح لهم ان هم يفرضوا اجنده ده؟ المصريين لو بنتكلم في الرقم ده اهو، طيب اعلى انتخابات اللي هم بيدعوا فيها كانت 50% و52%، ال 48 كانوا ضدهم؟ هل بنفس المنطق؟ لا.
الانتخابات دي لانها مش تنافسيه لكنها انتخابات تحدي. احنا نازلين نقول للناس الناس مش خايفه من ارهاب، الناس واقفه امام اللجان. الطوابير اللي ظاهره قليلا في فترات الذروه اللي هي بعد الساعه 4 وقبل الساعه 11، الشعب عنده ايمان حقيقي بان الانتخابات دي ممارسه لواجب وطني وليس حق فقط، لان الحق لا يجازى على مخالفته ولكن الواجب يجازى طبقا للقانون. ماده 37 من قانون المباشر الحقوق السياسيه بتتكلم عن غرامه من 100 ل 500 جنيه للي ما يشاركش. تطبق بقى وما تطبقش. احنا مش عايزين نخوف الناس بالغرامه، احنا عايزين الناس تنزل طواعيه واعمالا انا عايز افرق بين الحق والواجب. الناس نازله انها انها واجب. عباره رائعه جدا انت قلتيها من شويه في المواطن فينا، جنودنا في الميدان واحنا في اللجان، دي عباره لخص فيها هذا المواطن المصري البسيط الحاله اللي احنا فيها. صحيح. ان احنا فعلا بنواجه عدو في الخارج وبنبني وطن في الداخل. كلمات أخيرة دكتور عصام، وأنا الحقيقة بشكر غرفة عمليات المصريين الأحرار وتواجدكم، ده دور الأحزاب السياسية. نتمنى أن الأربع سنوات القادمة تشهد نشاط أكبر للأحزاب السياسية، إحنا محتاجينهم علشان حاجات يعني لأسباب كثيرة. أولا صناعة الكوادر، أنا هجيب وزراء منين إلا من الأحزاب السياسية؟ هجيب نواب منين إلا من الأحزاب السياسية؟ هو ده صناعة السياسة في مصر، هي ملك الأحزاب السياسية. كلمات أخيرة. انا كانت عجبتني حاجه، انا بحب دايما ادي كل حد حقه ما بندعيش، لكن اسف انا مش فاكر اسمه، كان بعت لي عباره جميله جدا انا يعني بقولها للمصريين عجبتني قوي. قال ان اقف في طابور الانتخابات افضل من ان اقف في طابور اللاجئين. نعم. فدي عجبتني جدا يعني فيها. وده عايز اقول لحضرتك حاجه عشان اختم بس مع حضرتك، على فكره الشعب المصري ده بيفهم سياسه افضل من كثيرا من النخب. يعني انا بقعد قدامهم بنحن لهم لانهم فعلا بيبقى احسن مني مليون مره، ولو عندهم فرصه هيعملوا احسن مننا. الحقيقه الشعب واعي جدا وفاهم ومش محتاج مننا نصيحه، لا هو عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه. ممكن يكون متضايق لكن لما بيحس في لحظه ان الوطن محتاج له بيطلع، وخصوصا السيدات يعني، والشباب اهو اثبتوا انهم يعني على قدر المسؤوليه. بالظبط صلاح. المصريين كانوا ولا زالوا وسيظلوا قادرين على بناء هذا الوطن، على الاصطفاف خلف قيادة واعية اختاروها بإرادتهم وأجبروها على تولي المسؤولية. أعتقد أن بكرة ما نقلقش، أن بكرة احتمال كمان بسبب الماتش وبسبب أن ده اليوم التاني، ماتش بالليل بقى، ماتش بالليل روح التصويت الصبح. التصويت يكون أقل شوية، لكن أنا متأكد أن بعد بكرة هيكون في خروج ومتوقع، والكلام ده نراجعه مع بعض بعد الانتخابات او يوم الاربع، هتلاقي مش اقل من 22 مليون، على الاقل من 22 ل 25 مليون صوتوا في الانتخابات. يا رب نتمنى ذلك، وبندعو كل المصريين مره اخرى للمشاركه. هنستناكم بكره باذن الله في لجان كل الجمهوريه، كاميراتنا وسي بي سي وسي بي سي اكسترا موجوده في كل انحاء الجمهوريه، وسنتابع العمليه الانتخابيه. بكره نقابلكم الساعه 8 مساء، مش هكون موجودة في الفترة الصباحية، اروح انتخب بقى، وبكرة في 8 مساء نلقاكم هنا في هنا العاصمة. بشكرك دكتور عصام خليل صديقنا صلاح سليمان، وبشكركم أعزائي المشاهدين. نتقابل بكرة، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.